كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة لحضراتكم في حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا أسرار الرؤى. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنلتقي بكم في حلقة كاملة خاصة ليكم أنتم، بنفك فيها ألغاز وأسرار الرؤى والأحلام اللي إحنا بنسمعها منكم. وزي ما تعودنا برضو هتلاقوا دايما أرقامنا موجودة على شاشتنا، أرقام التليفونات عشان تتواصلوا معنا على الهواء مباشرة، واللي ما يقدرش يكلمنا يقدر يبعت لنا حلمه فيه رسالة SMS على من داخل مصر طبعا على 94174. في بداية حلقتي كالعادة اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفتي الكريمة، الشخصية البسيطة الجميلة، بطلة حلقاتنا، الأستاذة منة الله. أستاذة منة أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بيكي، شرفتينا النهاردة كالعادة. أستاذة منة متواجدة معنا على مدار حلقة كاملة بنستقبل فيها تليفونات حضراتكم عشان تفصل لكم أحلامكم وتجاوب على كل الأسئلة الخاصة بيكم. نبدأ في باستقبال أول تليفون في حلقة النهاردة. ألو، السلام عليكم. أم نور، السلام عليكم. ازيك يا سيدان؟ أهلا بحضرتك يا أم نور، ازيك؟ الحمد لله. اكلم الساده منى لو سمحت. معاكي اتفضلي يا منور. ازيك يا منور؟ ازيك يا سيده؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيك. الحمد لله. بقول لك عندي بس ثلاث احلام كده سريع. اتفضلي يا منور. ثلاثه يا منور، ما تخليهم اتنين. طيب في وقتهم اتنين مش دول او واحد يعني. طيب بسرعه يا منور اتفضلي. طيب بص، اول حلم انا حلمت ان انا بتكتب كتابي. انا اصلا متجوزه وبتكتب كتابي وواحده في بيت كده غريب وفي ناس كتير قوي وعماله اسلم على عيال خالتي عشان يعني كتب كتابي. يعني هو ده اول حلم. حاضر يا ام نور، هو ان شاء الله والله اعلم كتب الكتاب على تغيير حالك للاحسن، وان شاء الله في حاجه مناسبه او في بشاره هتجيلك بتغيير حالك للاحسن، والله اعلم يا ام نور. ماشي. ثاني حلم حلمت ان انا بص شاريه سلسله جميله قوي قوي قوي، بص من كتر جمالها مش عايزه اسيبها، وبعدين واحده كمان صاحبتي كانت شاريه سلسله بس هي مش مبسوطه منها، بس انا السلسله بتاعتي ثقيله وطويله قوي وده بكون كلها الماس كده بس شكلها حلو قوي قوي السلسله دي. دي ثاني حاجه. عليكي بقراءه القران قبل ما تنامي يا ام نور، وان شاء الله بامر الله بشاره ليكي في حمل وخلفه جالك والله اعلم. طيب ماشي. ثالث حلم بقى، اخر حلم بقول لك، بص انا حلمت يعني بعد الشر يعني ان انا يعني عامله فرح كبير، فرح ليا انا بس الفرح ده معمول لي عشان انا هتطلق. وبعدين اخواتي عاملين يعني عاملين مشكله مع جوزي وماسكين عصي في ايدهم عايزين يضربوه، فهو صعب عليا ورحت اخدته ومشينا على مكان تاني، مكان يعني بس في نفس الفرح، وانا ماشي انا وهو ده ما اكون اتقلب بقى شخص تاني، واحد تاني يعني. فجي خالي مسك فيه وقال له انت لازم تطلقها وكده، قال له خلاص انا هطلقها، ورحت صاحيه على كده. ماشي يا ام نور. طيب يا ام نور انا بشكرك جدا على اتصالك بينا، اسمعينا كده دلوقتي من التلفزيون ونشوف راي الاستاذه منى ايه. خير باذن الله. هو ان شاء الله والله اعلم يا ام نور، ممكن تكون مشكله تقع بينك وبين جوزك خفيفه بس هتعدي بامر الله، وعليكي بس ان انت تكفري تطلعي حاجه لله، لان ربما تكون حلفت حلفان مش مظبوط او حاولت تتعبي اللي حواليك زي ما نفسيتك تعبانه فتعبتيهم، فكل ده صبر على جوزك ربنا كفاه عليه خير، فحاولي على قد ما تقدري يا ام نور يعني تخلي بالك منه شويه والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع للتليفونات مره ثانيه مشاهدينا الكرام، معايا اتصال جديد. استاذه زينب سلام عليكم. الحمد لله. ممكن اقول حلم ايه؟ حلم واستفسار معايا للدكتوره منى. اتفضلي يا حاجه زينب. لو سمحت والله حلمت اني فرن البوتاجاز قلب تحتي جنب الحمام وحاطه فيها طاجن برام اكل وعيش مصري، فبفتح الفرن كده رحت لقيت جنب الطاجن ده فرين كبار ونايمين نوم كده جنب الاكل، قلت فرين، جيت رميتهم من الفرن وقعوا كده مفرون ما جروشي. رحت ضرب، راحوا اتقلبوا القطط سودا صغيرين. جيت اضربهم رحت لقيت القطط دي مدبوحه بس حيه، اول ما ضربت القطه على راسها انفجر الدم، غرقت صدري وغرقت هدومي والارض، فجوزي جاء السلم قلت له الحق تعالى شوف دول اللي انفجروا الدم اللي فيهم. بس كده.
حاضر يا حاجه زينب. طيب والاستفسار كان ايه يا حاجه زينب؟ الاستفسار يا دكتوره، ولدي اتصل بيكي على الخط الساخن اللي هو محمد اللي كان المفروض يخطب كمان بعدها بيومين يروح يتكلم صح؟ فهو اتكلم واتحجج، واحد قال له طب انت راح تقدر تقوم بمصاريفها؟ انا فهمت ايه اللي يعمله، واحنا اتفقنا وكان زعلان مني في حاجه وقلت له المفروض كنت تعمل كذا كذا كذا. ما هو اتكلم بس ياخد الخطوه علشان يعرف الحاجه اللي معاه كويسه ولا وحشه، واحنا متفقين على كده لانه دايما بيرفض العرايس من غير اسباب. ما راح للراجل. طيب هي والخطوبه امتى؟ لا راح الراجل وقال له لا ما يعني مش هينفع، برضي رفض. يعني الراجل اللي بعته هو اللي قال له انت مش هتقدر توكلها. لا يسيبه من الكلام ده، يسيبه من وقف الحال ده، يسيبه يتوكل على الله على طول ويسيبه. اهم حاجه ابو العروسه هو اللي يتكلم مش الراجل اللي موجود. اخواتها ولي امرها، ابوها متوفي. خلاص يتوكل على الله، لان الرؤيه اللي هو حكى لي ان هي البنت حلوه محترمه. ايوه محترمه هي. يبقى يتوكل على الله يا ام محمد. باذن الله خير يعني. ايوه يا حبيبتي، ايوه خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا يا حاجه زينب، بشكرك جدا. اسمعينا كده من التلفزيون عشان تسمعي تفسير حلمك. هو الحلم بتاع الحاجه زينب ان شاء الله بيدل على الفرحه والخير اللي هيخشها، بس مع تعطيل الامور ومع ناس زي ما بتخش بتنبز وبتحاول تولع وتولع في الامور كده وتحاول تطلع كلام زي السم لتعطيل الامور، بس ان شاء الله الموضوع هيمشي، مفيش تعطيل خالص، لانه هو ابنها داخل على جواز وكل ما يروح لعروسها ما بيرتاحش نفسيا. فربنا يا رب يصلح له الحال يا رب. يا رب ان شاء الله، ربنا يصلح حال الجميع. نرجع نستقبل التليفونات مره ثانيه مشاهدينا الكرام. اتصال جديد، استاذه ندى السلام عليكم. لو سمحت انا عندي حلم واختي بعديها تحت بعد اذنك عايزه تقول حلمها. اتفضلي يا استاذنك، علي صوت حضرتك شويه. انا حلمت اللي قدام بيتي حشيش اخضر ناعم قوي صغير، وانا وولاد خالاتي بنلعب، انا وولاد خالاتي صغيرين كنا بنلعب عليه وفرحانين قوي، وكنا بناخد تفاح لون اخضر. بس كده؟ واختي بعد اذنك عايزه تقول حلمها. طب اسمع بس نقول تفسير الحلم الاولاني، اتفضلي. ان شاء الله والله اعلم الحشيش الاخضر فبيدل على خيره الدنيا، والتفاح الاخضر بيدل ان شاء الله على الفرحه وبيدل على الرزق الجميل وبيدل على البساطه في الحياه، وان ربنا يكرمها في الحاجه اللي هي عايزاها. والله اعلم. والله اعلم. طيب اتفضلي يا استاذه ندى. ايوه انا حلمت ان في حد قريبنا جاي من السفر وجايب هدايا، هدايا معايا يعني، جايب هديه لخالتي، هديه لفعل محمد كده، وجايب لمامتي انا قطعها ملقطين، بس ملقطين فخمين قوي كده وجمال جدا، يعني اول ما شفت ملقطين كده قال لها اختاري واحد. هو مين اللي جاي من السفر؟ نعم؟ مين اللي جاي من السفر؟ واحد ابن خالتي. واحد ابن خالتك؟ هو انت لسه ما اتجوزتيش؟ لا. حاضر. طيب المهم قال لماما، لسه ما كملتوش. اتفضلي. المهم قال لماما اختاري واحد منهم، فماما قالت لي زي ماما في السر كده بتقول لي اختاري انت واحد انا هديهولك انت، يعني زي انا اللي هاخده فبتقول لي خديه انت. فانا اخترت واحد وقلت لها انا خدت رقيق فيهم يعني، بس هما كان جميل قوي. ولو سمحت عندي استفسار، انا واحده صاحبتي حلمت ان انا رايحه احفظ معاها القران وهي مستغربه قوي. ماشي حبيبتي. طيب شكرا لحضرتك، اسمعينا كده من التلفزيون وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله الهدايا اللي جايه ديت من والدتك بتقول لك اختاري منهم حاجه، والله اعلم بتدل على المفاجاه السعيده اللي هتيجي، مفاجاه، في مفاجاه سعيده ما كنتش تتوقعيها هتجيلك وما كنتش بتفكري فيها قد كده، وهتكون كويسه ان شاء الله. اما انك بتختمي القران مع حدا صاحبتك وكده فان شاء الله بيدل على تيسير امورك للامر اللي هيجيلك جديد ده، انه يتيسر للخير بامر الله. والله اعلم. والله اعلم، بشرة خير باذن الله يا استاذه ندى انت واختك، وان شاء الله خير. ناخد اتصال جديد معانا على الخط، الاستاذه ساميه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا بيك. بقول لحضرتك اتفضلي. اتكلم الاستاذه منه. اتفضلي يا حاجه تحت امرك. بقول لك اختي حلمت حلم ان هي الزوجه الثانيه. واخد بال حضرتك؟ فحلمت ان درتها ماشيه تعجز على عكاز. وجوزها بيسندها وعمال يسندها. واخد بال حضرتك؟ فجأة طلعت صغيرة وكان في مناسبة. مين اللي طلعت صغيرة؟ درتها؟ درتها دي كانت عجوزة قوي. ورجعت شابة يعني. رجعت شابة. تمام. بس وفي حلم تاني بعد إذنك. طب نفسر ده الأول، خليكي بس معانا ثواني بعد إذنك. الست اللي هي بتتعكز على العصايه دي معناتها ان هي يعني في حد منافق شويه بينصحها نصايح ان هي بتوسوس لجوزها بحاجات معينه، وان جوزها بيسندها يعني بيساعدها في الكلام وبيقيتها في اكتر الكلام اللي هي بتقوله على ضد الست التانيه ديت، وبيشجعها وفعلا بياخد بكلامها وفعلا بيمشي بعد كلامها وبيتغير فعلا.
دي الاولانيه بس، وان هي ترجع شابه وكده، فبيدل على ان الوسوسه بتاعتها شغاله ما بتسكتش، والله اعلم. طيب بقول لحضرتك في حلم تاني ان ابني مطلق مراته. ابنك بيطلق مراته؟ مطلقها. مطلقها؟ فانا حلمت ان هي امها وهي جايين لي وجايبين هدوم ناقصه، يعني ناقصه كم مقطوعه من الجنب عشان انا اكملها لهم. فابني خارج من بره فقال لها بص للي كانت مراته وراح قرصها من خدها. فهي راحت ناطره ايده. وراحوا واخدين بعضهم وماشيين. طيب سؤال حضرتك صغير بس. هو هنا اللي غلط كله والعيب كله من عند امها هي. من عند امها. لكن انت كويسه بتعملي اللي تقدري عليه، بس انت تعبتي وسكتي. لان انت صعبانه عليكي اللي هو مظلوم في النص، اللي هو العيل او البنت، يا البنت او الولد اللي في النص. معاها بنت. فالبنت ديت هي العامل اللي هيربطهم مع بعضهم، بس الام مش مظبوطه خالص، فيا رب يهديها يا رب العالمين، واعملي برضو اللي تقدري عليه عشان الطفله المسكينه دي. لا بس هو المستحيل يرجع لها، يعني هو بيقول خلاص لان عملوا عمال، يعني الله يسهل له. ما هو الموضوع ان الام هي السبب. ما هي المشكله. ما هي لان الهدوم الناقصه دي، ما هي المشكله. هو مظبوط. معلش بس القرصه اللي هو قرصها لها جامد. لا القرصه اللي هو قرصها لها جامد، اللي هي البنت اللي هي وجعاه، اللي هي موجوده معاها. اللي هو زعلان طيب. على حالها ان هي تطلع ولا حاجه على اللي هو مدام ثانيه. بص اقول لحضرتك على حاجه. هو من الواضح ان انت محتاجه شويه يبقى فيه نقاش بينك وبين الاستاذه منى، فانا يعني هستاذنك بنصحك تكلميها على الخط الساخن. يعني انا بفكر برضو مشاهدينا برقم الخط الساخن اللي حابب انه يتواصل مع الاستاذه منى طلال يقدر يكلمها على 1756، ده طبعا من التليفون المحمول، واختاري رقم 2. اتناقشوا مع بعض براحتكم، اعتقد في تفاصيل محتاجين تتكلموا فيها مع بعض. انا بعتذر لك بس عشان في ضغط تليفونات. ناخد اتصال جديد. استاذ احمد معايا على الخط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. حضرتك انا عندي رؤيتين بس بسرعه، معلش لو سمحت. اتفضل. الرؤيه الاولى انا شفت نفسي ان انا واقف على جسر او مكان كده جنبه بحر، وانا كنت عايز انط يعني ارمي نفسي، فلقيت صوت بينده عليا، يعني بينده على اسمي انا، فببص لقيته الدكتور محمد مرسي اللي هو رئيس الجمهوريه. تمام. في ايده وبيشدني، فبيقول لي يا ابني ما تعملش كده، انا يعني انا هاخد بالي منك، انا هحميك، انا هقف جنبك هساعدك. دي الرؤيه الاولى. الرؤيه الثانيه حضرتك انا شفت نفسي ان انا داخل بصلي صلاه جمعه. فدخلت المسجد فلقيت اللي بيخطب في المسجد جوز خالتي. جوز خالتي ده راجل كبير معدي 60 سنه بس هو ما بيصليش. لقيته هو اللي بيخطب، ازاي مش عارف، فانا استغربت. فبعد ما خلص خطبه لقيته خارج من الجامع، فانا المفروض يعني استغربت، فبقول له ايه ده، مش المفروض هنصلي؟ لقيت الجامع كله خارج. خرج معايا، فبقول لهم ايه ده، احنا مش هنصلي الجمعه؟ قالوا لي لا اصل الخطبه طولت ودخلت قبل اذان العصر، فكلنا هنروح نصلي الظهر بيت في يعني هنصلي الجمعه ظهر في البيت، فالحق اروح اصليهم في البيت. في البيت؟ بس انا كنت داخل حضرت الخطبه يعني وصليت تحيه مسجد. بس ما صليتش الظهر. لا ما حدش صلاه في الجامع، هي الخطبه خلصت وخالتي ده خلصها يعني. هو مش شيخ ولا حاجه. فلقيتهم كلهم خارجين وراه، يعني هو خلص انا استغربت. طيب يا استاذ احمد شكرا ليك، بشكرك، اسمعنا كده من التلفزيون وان شاء الله خير. هو والله اعلم رؤيه الاولانيه كان هيقع في البحر ويجي الرئيس محمد مرسي يقول له ما تخافش اقف جنبك وكده، فبيدل على ان خد تصرفاتك كلها بحكمه وما تتسرعش في اي امور، واحمد ربنا على اللي انت فيه وتريث في الامر كويس جدا، يعني ما تستعجلش في اي امر ان كان اي حاجه. اما الرؤيه الثانيه ان انت دخلت تصلي وبعدين طلعوا قبل الجمعه وكلام من ده، فانا في فتنه تحصل في المساجد واللي هيبتدعها واحد يكون ما بيفهمش في الدين خالص واسمه ان هو بيتكلم في المواعظ وكده والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، وهو للاسف بيفتن الناس. والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع نكمل استقبال التليفونات مع حضراتكم مره ثانيه. معايا اتصال جديد. استاذه نجوى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم الشيخه منى؟ اتفضلي يا حبيبتي معاكي. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. بقول لحضرتك واحد قريبي هو في الاصل بيشتغل جزار يعني. فهو حلم ان هو يعني على البحر ومسنود على سور حديد كده يعني. وفي ناس عماله تصطاد سمك وهو عمال يشوف الناس دي ايه، فهو عمال يبص عليهم، فالناس بتطلع سمك كتير يعني. وبعدين هو استغرب كده يعني، قال ايه، انا همدي ايدي في البحر ما
من غير سنارة ولا حاجة ويشوف هيطلع لي ايه. فكل ما يمد ايده بيطلع له سمك، كل ما يمد ايده بيطلع له سمك. وفي مرة طلع له كيس لحمة مفرومة فهو اتضايق منها وراح رميه. فضل برضه يطلع في سمك ايه، مرة تطلع مقطوعة مرة تطلع كده، وفي الاخر راح طلع له سمكة كبيرة من البحر كده. يا مسهل الحلقة. فكان عايز يعرف ايه تفسير الحلم ده. حاضر يا حاضر. حاضر مدام نجوى، بشكرك جدا على اتصالك بينا، واسمعينا كده من التلفزيون ونشوف راي الاستاذه منا ايه. هو واضح والله اعلم ان اكتر الجزارين اللي كانوا اصحابه ولا حاجه فتحوا اكتر من فرع وكده، وهو لسه يعني ربنا ما اكرمهوش جامد، بس ان شاء الله بشره طيبه لانه شاف ناس بتصطاد ياما، فهو حاول انه يروح يصطاد بايديه من غير السناره، فبيدل على انه مكافح، وان شاء الله في فرج ياما جاي له وخير ياما جاي له برغم من المتاعب اللي بيمر بيها، بس بشرين ان شاء الله في رزق كبير كبير خالص متشال وجاي له في السكه. والله اعلم. والله اعلم. طيب مشاهدين الكرام، طبعا حابب افكر برضو حضراتكم بان يوم الجمعه بيكون هو اليوم المخصص لحالات العلاج الخاصه بالاستاذه منه الله، اللي حابب انه يعني يتواصل معاها يقدر يكلمها على الخط الساخن من اي تليفون محمول على 1756، واختاروا الرقم الداخلي هو رقم 2. في معايا اس ام اس يا استاذه منى بتقول انا حلمت ان امي بتقول لي استعدي علشان باباكي جاي من الحج وجايب ليكي هدايا، مع العلم ان والدي متوفي. هو ان شاء الله ان هو جاي من الحج وجايب هدايا، ما فهو بشرى لها بان شاء الله بالزواج السعيد العاجل القريب، لان الحج هي فك الكرب لاي شيء معذور سواء ماديا او نفسيا او عطل في الزواج، فكلا الحالات هي بشرى عاجله لها ان شاء الله بالخير ان شاء الله باذن الله. طيب نكمل برضو الرسائل. معايا رساله ثانيه بتقول انا بحلم كتير ان في غسيل كتير موجود في الاروانه عاوز يتنشر، او ان في غسيل كتير موجود في سبت الغسيل او على السرير عاوز يتغسل. هو حاول ان انت تنظفي نفسك اول باول بول وظهري احسن ما عندك، وان الغسيل موجود ومغسول وعايز تنشر، فدليل على ان لسه ما فيش حاجه ظهرت ليكي للي حواليك بحسن نيتك لهم، فبدري وبيني وجهه نظرك عشان ما حدش ياخد عنك انطباع غلط انت مظلومه فيه. والله اعلم. والله اعلم. طيب ناخد رساله ثانيه برضو بتقول انا حلمت ان انا لابسه طرحه زفاف بيضه، مع العلم اني متزوجه وفي اجراءات طلاق. لانك لابسه طرحه الزفاف البيضة ديت فبيدل على زواجك ان هيكمل، يا اما بيدل على الفرحه اللي انت فيها بس انت مش حاسه بيها، بس في كلا الحالات في فرحه ليكي، بس ايه الله اعلم، علم عند الله. طيب ناخد برضو قبل ما اخد الاتصال ده اخد الرساله السريعه دي، بتقول امي حلمت ان هي شافت يعني زوج بنت صديقتها اسمه محمد بيقول لها ممكن اتجوز بنتك، فبتقول ردت عليه مش يعني الحلم مش كامل او مش جاي الرد، فانا بستاذن ان صاحبه الحلم تكون سمعانا تبعت لنا الحلم كامل مره ثانيه. ارجع مشاهدينا الكرام ان انا اكمل مع حضراتكم في استقبال التليفونات. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا يا فندم؟ اهلا بيكي. ممكن اسلم استاذه منى؟ اتفضلي يا استاذنك. مين معايا؟ ام عبد الرحمن من المنيا. اهلا بيكي يا ام عبد الرحمن، اتفضلي يا فندم. لو سمحتي يا استاذه منى الله ينفع بك الاسلام يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. الله يخليك ويصلح لك حالك يا رب، اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت انا حلمت حلم بس ان انا الذهب بتاعي واجه تحت التسريحه وانا كده بعيط وبقول مين اللي وجعه كده، مين اللي بحتره وبلملمه، فانا الحمد لله لقيته كله يعني، بس لقيت السلسله مقطوعه من عند الظهر يعني. بس كده، وكنت بعيط يعني بقول مين اللي رمي كده. حاضر يا ام عبد الرحمن. تاني معلش. طيب نفسر ده الاول يا ام عبد الرحمن، ثواني معانا بس. هو انت قاعده بتعلي يا ام عبد الرحمن؟ نعم. انت قاعده مع حد في البيت؟ مع سلفتي وحماتي. هو ربنا ينصرك عليهم في امر ايه الله اعلم، بس ربنا ينصرك عليهم لان ظالمينك في حاجات ياما وتعبين نفسيتك شويه. ماشي. طب لو والسلسله اللي اتقطعت دي، استني يا ام عبد الرحمن، والسلسله اللي اتقطعت ديت فبيدل على كلام هينتهي وهيخلص خالص وهيبقى لصالحك انت ان شاء الله. الله يكرمك، شكرا. اتفضلي. انا حلمت برضو ان في دم بينزل من بنت سناني. دم بينزل من بنتك؟ من بنت سناني. من بنت سنانك. ماشي يا حبيبي. حاضر يا ام عبد الرحمن، شكرا على اتصالك. ممكن اقول ولا ايه؟ الايه؟ معلش يا ام عبد الرحمن، يعني انا اسف بس عشان عندنا تليفونات كتير، يعني اسمعينا دلوقتي من التلفزيون كده. انا سعيد جدا ان انت كلمتيني يا ام عبد الرحمن، ونشوف راي الاستاذه منى ايه في الحلم الاخير. هو الدم اللي بينزل ما بين سنانها بيدل على تعطيل بعض الامور وبعض الحسبانيات اللي بتحصل في دماغها، ان هي بتفكر في حاجات وكده فبتتعطل، فان شاء الله في مصيره وفي حاجات كويسه في حياتك هتحصل، بس مع الصبر يا ام عبد الرحمن زي ما انت صابره للنهايه. والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع للتليفونات مره ثانيه مشاهدينا الكرام. معايا اتصال جديد. استاذه سعاد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عندي حلم ممكن اقوله للاستاذه منى؟ اتفضلي يا حبيبتي معاكي. انا حلمت ان انا عندي المكان في الاوضه تحت الدولاب. وقال في قطه سودا ودبدوب. فهم قاعدين بيتكلموا مع بعض،
وزي والدتي داخله وانا هي داخله وبتصوت بقول لا اللي عايز يأذيها يأذيني انا ما يأذيش امي. وانا انا عماله اقرا لها قران في الحلم. راحت هي مره واحده راحت مصوته وراحت فايقه. بس هو ده الحلم. حاضر يا حبيبتي. طيب حاضر يا استاذه سعاد، بشكرك جدا على اتصالك. اسمعينا دلوقتي من التلفزيون ونسمع راي الاستاذه منى ايه. هو عليك والله اعلم ورسوله، عليك بالرقية الشرعيه تعمليها لنفسك والاذكار وسوره البقره زي ما احنا متفقين مع بعضنا، بجانب ان الصوات والمشكله اللي حصلت والقطه اللي بتتكلم ديت ان في مشكله تقع من واحده ست هتكون هي السبب فيها، والمشكله ديت بس بامر الله تتلم بسرعه لان انتم ما بتحبوش الفضايح او بتحبوا الكلام اليام. فعلى قد ما تقدري لو في مشكله حصلت من واحده ودخلتكم في مواضيع جامده انتوا في غنى عنها، لموها بسرعه. والله اعلم. والله اعلم. اتمنى التفسير يكون وصل لحضرتك استاذه سعاد، بشكرك مره ثانيه على اتصالك. ناخد رساله كده سريعه بتقول حلمت ان امي بتقول لي ابوكي بيطلع في الروح بس لسه ما ماتش ويلا علشان تسلمي عليه، وبحلم كتير انه عايش مع العلم ان ابي متوفي فعلا. هو انه بيطلع في الروح فبيدل على انتهاء الامر، الامر اللي انت بتفكري فيه هينتهي، ومع ان ابو يقول دايما ان هو عايش وهو مات يعني هو متواجد معاكم وحاسس بيكم، فحاولوا على قد ما تقدروا تترحموا عليه تطلعوا صدقه عليه وحاولوا تريحوا نفسكم وترتاحهم لان ما فيش حاجه مستاهله اللي انتوا فيه ده كله. والله اعلم. والله اعلم. طيب ناخد رساله ثانيه بتقول كان الحلم ده بعد صلاه استخاره على عريس، حلمت ان انا داخله عندي خياط او اتيليه انا واختي، وكان في شخص اعطاني كيس فيه مصحف اخضر وحاجه ثانيه كده، وقال لي انت اللي دفعتي 300 جنيه، قلت له انا اللي دفعتهم، قال لي انت معاكي موديل جميل جدا بس ده كان يعني الموديل ده بتاع زمان شويه. هو ان شاء الله والله اعلم فبيدل على عريس كويس، الراجل الحلو اللي هو بتاع زمان ده، الراجل اللي هو بتاع زمان بيغير على اهل بيته، بيخاف على بيته وبيخاف على اهل ناسه وبيتمنى لهم الرضا يرضوا ما بيظلمش، يعني هتقدم لك راجل فيه مواصفات حلوه، الراجل اللي هو بتاع زمان الاصيل ده، فان شاء الله وافق وتوكل على الله. والله اعلم. والله اعلم. طيب يعني ان شاء الله يكون بشره خير كده، ونبارك لحضرتك على الهواء مباشره. نرجع نكمل استقبال التليفونات. معايا اتصال جديد الاستاذه امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ انا معايا الحمد لله معايا حلمين بس ممكن اسمع التفسير بعد ما اقفل. طيب اتفضلي. هو انا متزوجه وحلمت ان انا ماما حلمت لي ان انا جاي لي عريس، وبابا كان متنرفز شويه بس انا كنت فرحانه بالعريس، وماما سالتني هو معاه ايه، قلت لها ده خريج كليه تربيه واسمه احمد، قالت لي احمد تاني هو بس عشان اسم احمد عندنا كتير في العيله. اقول الحلم التاني؟ طيب الحلم التاني بسرعه. هي جارتي حلمت لي ان انا حامل وبطني قدامي، وهي بتقول لي والله العظيم ربنا هيتيجي، قالتها لي كذا مره يعني. او انت متجوزه في الواقع؟ ماشي يا حبيبتي. طيب شكرا ليكي امل. اسمعينا كده من التلفزيون وان شاء الله خير باذن الله. هو اني جه لها واحد ومتعلم وجه لها في الحلم على اساس احمد، فاحمد من الحمد ومن رضا بالحال، فارضي بقضاء الله عليك لان في بشرى طيبه جايه لك اللي هي في ثاني حاجه اللي هي الحمل. واحده بتقول لها انت حامل والله وبطنك كبيره وكده، فان شاء الله بيدل على البشاره لو على الحمل، بس قللي التفكير اللي في دماغك شويه واحمد. طيب ربنا. يعني اتمنى يا استاذه امل يكون التفسير وصل لحضرتك بصوره واضحه. ناخد اتصال جديد. الو السلام عليكم. الو. عليكم السلام. مين معايا؟ انا ام محمود. اهلا بيك يا ام محمود، اتفضلي. لو سمحت قول الفيلم بسرعه كده الاستاذه رنا. اتفضلي منا معاك. اتفضلي يا حبيبتي. حلمت فير ان ابني جالي في الحلم هو في يعني مشكله كده، بقول لي يما اسكتي، بقول له نعم، قال لي اسكتي مش انا بقول لك مرتبي زاد بقى 2500 في الحلم. فرجعت تاني بتلفت على شمالي لقيته قاعد في مكان فيه زي قصر كده او نور، فبقول له الحمد لله ربنا عوض صبرك خير. هو مسافر فين يا حجان؟ هو مسافر بسافر يعني حوالينا هنا بعد اسكندريه كده شغل. الله يصلح له حاله يا رب. يا رب. وتاني ثواني يعني نفس الحلم جالي برضو بتاني يوم في الحلم، بقول لي لقيته لابس سواتر جميل قوي جواه فرو ابيض ومن بره نقط بيضاء كده جميله، فبقول الله ده السواتر ده حلو قوي يا محمود، قال لي مش انا اشتريته، انا اول مره اشوف الشكل الجميل ده يا ابني، وصحيت على كده. حاضر يا حبيبتي. حاضر. طيب يا ام محمود شكرا. اسمعينا كده من التلفزيون دلوقتي وان شاء الله خير يا ام محمود. هو ان شاء الله رب العالمين ان ربنا يفكها عليه خالص خالص، والرزق هيبدا يجي له والناس اللي حواليها تحبه، لانه في الاخر السويتر اللي هو الفرو، والفرو ده رمز الغنى ورمز الستر، فان شاء الله بشره طيبه ليه، بس قولوا له اصبر وخليك في المكان اللي انت فيه وان شاء الله خير. والله اعلم. ان شاء الله. والله اعلم. طيب وموضوع الحلم اللي هو بتاع انه مرتبه زاد ده، لا ما هو ده، هو ده الاثنين مرتبطين ببعض لان السويتر الفرو جه غطى عليه. طيب
نرجع نكمل استقبال التليفونات مره ثانيه. معايا اتصال جديد. ام احمد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضلي يا ام احمد. لا سمحتي، انا شفت خير وصواب على النبي ان انا في بيت كبير قوي قوي قوي، ده بيتنا كان في فوق جنب جرب بيتنا فوق، وفي عباره عن تعبانين اثنين ذكر وبنتايه بيقول عليه الأنا كنت ده، فكنت خايفه صوتهم. ام احمد لحظه بس، ام احمد ام احمد واحده واحده عشان بس نسمع كده لان الصوت مش واضح قوي، معلش من الاول وواحده واحده معانا كده. بقول لك انا كنت لقيت نفسي في بيت كبير، تمام، بيت ده كان جنبنا في شبرا بيت جارتنا، ولقيت صوت جاي يعني جامد قوي، فبقول ايه الصوت ده؟ قالوا ده اتنين تعبانين اللي هم انا كنت ذكر وانتايا، فانا كنت خايفه جدا جدا منه، فلقيت ايه ابن اختي او ابن اختي في منور كبير كده، ولقيت سلم راح قال لي اداني السلم وقال لي اطلع، فطلعت بس من منظر من صوت اللي تعبان دوت بقيت خايف منه وانا ماشيه في الشارع، ببص لقيته بابص من طرقه هو لونه اخضر على اصفر وبيبص لي بعينه جامده قوي، فلقيت اقول لقيت الكرسي. اه ماشي. قمت من النوم على كده. طيب يا ام احمد شكرا ليكي، اسمعينا من التلفزيون كده يا ام احمد، انا بشكرك على اتصالك ونشوف راي الاستاذه منى ايه. هو طالما والله اعلم انك قريت القران يبقى احنا عرفنا ايه نوع التعبانين دولت، ان هم نوع من انواع الجن اللي هو القوي اللي كده بس كان يا دوبك بيشغلك بس ما دخلكيش الحمد لله، لان اللون الاخضر فبيدل على السلم من الشيء، واللون الاصفر بس على ان في كان هو عايز يحاول يدخل بس الحمد لله ما دخلكيش اي حاجه مكروهه وحشه لانك طلعت على السلم، والسلم ده اللي هو العلو والرحم الامر اللي انت فيه، فالحمد لله. وفعلا اقري الايه اللي انت شفتيها والله اعلم. والله اعلم. طيب يعني مشاهدينا الكرام ما زلنا بنتواصل معاكم في استقبال تليفوناتنا، وبنستقبل كمان رسائل الاس ام اس اللي حضراتكم بتبعتوها لنا وهتلاقوها دايما ونفسرها على الهواء مباشره مع حضراتكم. خليني اخد رساله سريعه كده. استاذه منى بتقول حلمت ان انا كنت في مكان فيه تعبانين لونهم اخضر، موت واحد والتاني هرب. هو ان شاء الله والاعلم التعبانين لونهم الاخضر بيدل على العدو المستور اللي هو ما بيتكلمش قدامك غير بالكلام الكويس، وراكي بينبز وراكي بس برضه بالكلام البسيط خالص ومسالم، يعني ما فيش منه اذى والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع للتليفونات مره ثانيه كده، خلوني اخد تليفون جديد. استاذه امل سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك اتفضلي. ممكن اتكلم استاذه منى؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحت انا حلمت اللي ايه عندي بوتاجاز ابيض ملون صراصير صغيره، وجيت اضربهم الصراصير الصغيره طلعت كبيره. ببص نازله من على السلم لقيت فار لازق في الحيطه، جيت اضربه نط وراح مستخبى وعمال يبص لي كده من تحت لتحت. والحلم الثاني؟ لا استني نفصل ده اول. اول حاجه عايزاك تخلي بالك من عيشتك ومن حياتك المعيشيه، لان انت بتدخلي ناس او في ناس حواليك ناس كلها منافقه جدا جدا جدا، وبصي لعيشك ولحياتك بس بيسيسوك الامور خاصه لمصالحهم هما، والفار اللي بصلك من فوق لتحت ده فبيدل على واحده فاسقه كدابه غداره مش كويسه خالص معاكي، وبتحاول تبينك ان هي كويسه برضو بس هي مش كده، اللي هي الفرس الست دي. فانت اضرب اللي حواليك وخلي بالك من نفسك وعامله الناس كويس، ويا رب يهدوهم لك يا رب العالمين. اتفضلي. طب والحلم الثاني ممكن؟ اتفضلي يا استاذه. بصي حلمت اللي انا ماشيه، حلمت اللي انا ماشيه لقيت عيال اخواتي صغيرين كده، بقول لهم ايه اللي جابكوا هنا؟ قالوا اصل بابا جدي هنا، دخلت كانت دكانه، ببص داخله في الدكانه لقيتها مستشفى، انا امي بابا وامي ميتين يعني. لقيت امي وابويا نايمين كل واحد على سرير، هي ما كانتش دكانه اتقلبت مستشفى. لقيت اخويا بقول له يا حمدي هو في ايه؟ قال لي طب امك تعبانه. دخلت لقيت امي لابسه هدومها العاديه وبتبص له زعلانه، وابويا نايم لابس ابيض فابيض. وبعدين بقول له اساعدك يا حمدي، وكل شويه اخواتي ابويا عيان ومعيان ما بتقوليش، قعدت اقول له طب منك لله منك لله منك لله. وانت زعلانه مع اخوكي؟ لا. وبعدين مشيت شويه لقيت امي قاعده على ترابيزه كده بهدومها السمراء، وجنبها ثلاث اكياس زي يكون مش عارفه كرش او لحمه او ايه. بقول لها ياما انت ايه اللي جابك؟ مش انا لسه سايباكي في المستشفى؟ طب انا انزل الشنط دي من جنبك لا تعوسك يعني دم وميه، ونزلتهم وبعدين صحيت من النوم. ماشي حاضر حبيبتي. حاضر يا استاذه امل، انا بشكرك جدا على اتصالك، اسمعينا كده من التلفزيون وان شاء الله باذن الله خير. هي الام والاب لما يكونوا نايمين على السر فالسر ده هو موضع الراحه، فان شاء الله بيدل على راحتهم في الاخره والله اعلم. اما ان هي تجيلك وان هي زعلانه فزعلانه على حال في حاجه فيك مش مظبوطه زعلانه عليها،
وان هي تجيب لك الاكياس اللحمه، وده بيدل على تيسير امر معين في حياتك انت بتتمنيه او عايزاه. وعامه هي بشاره طيبه لان هي جايه بتديكي لانك انت محتاجه للامر ده. والله اعلم. والله اعلم. طيب يعني ارجع كده اخد اس ام اس سريعه مع حضراتكم، معايا رساله طيب اخد الاتصال ده معلش قبل الرساله لانها طويله شويه. استاذه شروق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اتكلم استاذه منى؟ اهلا بيكي، اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي، انا متجوزه و يعني ما حملتش لغايه دلوقتي، حملت واجهضتي مرتين. متجوزه وكان في حمل واجهضتي مرتين. طيب علي صوتك شويه معانا بس يا استاذه شروق بعد اذنك. طيب ماشي حاضر. وحلمت ان انا عند ماما في شقتها وقاعده على المكتب عندهم وفاتحه اللابتوب، وبعد كده جات لي حربايه كانت عايزه تمسك رجلي، وبابا جه موتها بالشبشب. جه موتها ايه اللي حصل؟ بالشبشب. لا مش سامع كويس. بابايا جه موتها بالشبشب. وماتت تمام. ولا ما ماتتش؟ ماتت. ده حلم. والحلم التاني. طب نفسر ده الاول بس، خليكي معانا ثانيه واحده يا استاذه شروق. طب انت في اسباب طبيه لموضوع الاجهاض ده؟ يعني لقيت له اسباب طبيه؟ عندي تجلط في الدم. تمام. في اسباب طبيه للإجهاض. بس ان شاء الله بامر الله، طالما هي ماتت وموتها بالشبشب فامرك هيبقى للاحسن ان شاء الله، وربنا هيديك كده بشاره طيبه لان الامر الوحش الخبيث اللي كان موجود انتهى. ماشي. الحلم الثاني ان انا حلمت ان انا عندي دقن طالع لي شعر في دقني، وانا كنت بدور على حاجه احلق دقني بيه، يعني حلقت دقني في الحلم. بس كده؟ بس كده. طيب شكرا ليكي يا استاذه شروق، اسمعينا كده من التلفزيون دلوقتي وان شاء الله خير باذن الله. هو انك يطلع لك دقن وتحلقه وكده، فانا مش حابه افسرها بس اقول لك ان شاء الله خير، وخلي بالك من نفسك وتابعي مع الطب كده، وربنا يا رب يديك رب العالمين. ان شاء الله خير باذن الله. يعني ناخد كده رساله سريعه بتقول حلمت ان انا قاعده مع اتنين من قرايبي، وكنت قاعده وانا قاعده يعني التوكه وقعت بتاعت شعري، وقعت من شعري وشعري اتفرد ونزل لغايه ركبتي. راحوا قرايبي اللي قاعدين معايا يعني شهقوا كده واستغربوا، قالوا لي الله ما انت شعرك حلو اهو، امال انت بتقولي ليه انه مش حلو؟ بس كده؟ لا لسه. فبتقول عفوا لسه بتقول ايه، خرجت انا لمامتي ورحت بحكي لها يعني لمامتي بقول لها دول بيقولوا لي كذا وكذا، وحكيت لها على الموقف ده. بتقول انا والدتي يعني في الحقيقه متوفيه، وبتقول ماما ردت عليا في الحلم وقالت ما تاخديش في بالك. هو هنا الشعر لما التوكه تتفك والشعر يتفرد والشعر يبقى جميل وشكله حلو، فبيدل على تيسير امورها وبيدل على ان هي حلوه ومقبوله. اما الحركه اللي هم عملوها دي فبتدل على الحسد وعلى المكر وعلى الخديعه، فحاولي على قد ما تقدر اعملي رقيه شرعيه لنفسك، لان لو في امر عندك متعطل اعرف ان هو سبب الحسد. والله اعلم. والله اعلم. طيب اذا لصاحبه الرساله يعني بنوصي بيه الرقيه الشرعيه عشان الحسد وكده، وان شاء الله خير باذن الله. هرجع استقبل التليفونات مع حضراتكم مره ثانيه مشاهدين الكرام، بستقبل تليفون جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ام احمد معايا؟ ايوه. اكلم الشيخه منى؟ معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا ام احمد. سمحت. اتفضلي يا ام احمد. انا عندي حلمين يا شيخه منى. حاضر يا ام احمد. حاضر يا ام احمد، اتفضلي. اول حلم لقيت نبات اخويا ده ميت، واخويا الثاني صاحي، فلقيت مرات اخويا اللي جوزها ميت عندها عيش كتير بتكسر. بتكسر ايه السوداني؟ عندها ايه بيتكسر؟ فانا بلم من اخويا الثاني عيش بس مش نظيف. لا ام احمد استني بس معانا واحده واحده كده. وبقول له خد له طيور. يا ام احمد انت سامعاني؟ ايوه. طيب معلش من الاول. هو ده اول حلم. من الاول ام احمد احكي لنا من الاول كده واحده واحده عشان نفهم حضرتك. ماشي. انا كنت عند بيت اخويا. ماشي. فمرت اخويا دي بتدق عيش. فالعيش بتاعها ده بالنضيف بتلمه للطيور. فاخويا الثاني انا بلمه لما عندها عيش بس العيش مش نضيف. ومرات شويه كده بقول له خد الطيور بتاعتك. بتقولي له خد الطيور بتاعتك. هي بتقول لك ولا انت اللي بتقولي لها؟ لا انا اللي بقول له. بتقولي له خد. انا اللي بقول لاخويا. اخوك ده اللي هو ميت؟ بقول له خد الده اللي طيارك انت. اخوكي متوفي ولا عايش يا ماما؟ اللي هو اللي هي بتدق العيش دي مرات اخويا ده متوفي. هو ما اللي بلم العيش ده على حياه الله. هو سايب عيال؟ معاه عيال. انت بتوديهم؟ ها؟ انت بتوديهم؟ بس في حاجات مش عاجباكي في تصرفات امهم معاكي؟ طيب بس انت بتعملي كل حاجه عشان خاطر عيال اخوك يعني. بتسالي عليهم ونفسك تعملي لهم حاجه، بس هي مش عطياك الفرصه لانها مش متقبله منك حاجه. طب خليكي ماشيه لغايه الاخر، ما تسيبيش الموضوع دوت.
طيب الحلم الثاني بس سمحت. قولي يا حبيبتي اتفضل. الحلم الثاني قال انا عيانه. فبنت اختي بتقول لي ايه ده الكدب لك. حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت لها انا مؤمنه وموحده بالله واللي جوه ربنا كله حلو. تقريبا كيدين لها يعني مكيدين لك او حاجه زي كده. يعني ما بيحبوهاش يعني. اه. اه بيقول لها حسبي الله ونعم الوكيل. طيب ماشي يا ام احمد انا بشكرك شكرا كده. اسمعينا من التلفزيون. اه هي بتقول لها هم كيدين لك فقالت لها انا ما عنديش مشكله انا مؤمنه بالله وموحده بالله يعني مش خايفه منهم. اه هو بيدل والله على ما تحطيش في دماغك كلام اي حد ومشي زي ما انت ماشيه وخليكي جدع زي ما انت جدع ما تخليش حد يهزك ولا حد يرجعك في القرارات اللي انت بتاخديها. والله اعلم. والله اعلم. طيب يعني مشاهدين الكرام بفكر حضراتكم برقم تليفون الخط الساخن الخاص بي الاستاذه منى طلاق اللي حابب ان يتواصل معها خارج البرنامج يقدر يكلمها من اي محمول على 1756 واختار الرقم الداخلي رقم 2. ارجع اكمل استقبال تليفونات حضراتكم مره ثانيه مع اتصال جديد. الو السلام عليكم. ثاني. ايوه استاذ عبد الحميد. لو سمحت انا احكي لسيادتك حلم حكيته يوم الاربعاء اللي فات. حكيته يوم الاربعاء اللي فات وما فهمتوش. طب قول يا استاذ حميد بس علي صوتك ثانيه عشان اعرف التفاصيل بالظبط. طيب ماشي اتفضل يا استاذ حميد. اللي من بورسعيد ده انا واقف في الدور الثالث في عماره بيني وبين اخرين نزاع خبر عليها في الشارع ووجدت حط ضخم بطول 3 متر بطول 3 عربيات قطر. طيب تمام فكره يا استاذ حميد. طيب العماره ولونه رمادي ومنسوب المياه 1.5 متر تقريبا. استاذ عبد الحميد ايوه اسمع بقى التفسير خليك معايا الخط كده احنا فاكرين الحلم. اسمع التفسير من الاستاذه منى. طيب. هو ان شاء الله ربنا هينصرك على الناس اللي هي معارضاك في الموضوع اللي هو بتاعك ده بس محتاجة منك الصبر لان في حد ابن حلال هيقف جنبك وينصرك عليهم بس الموضوع عايز بالراحة عشان ما تخسرش. ماشي جزاك الله كل خير. تحت امرك. شكرا يا استاذ عبد الحميد بشكرك جدا على اتصالك بينا مرة تانية. تحياتي لأهل بورسعيد كلهم الناس الجمال الرجال بتوع بلدنا الحلوين دول. طيب نرجع ناخد اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ام عبد الله. اه اهلا بيك يا ام عبد الله اتفضلي. ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضلي يا ام عبد الله. لو سمحتي انا بحلم دايما امي تعبانه وكده وكذا حلم يعني وكده ان هي ايه تعبانه وكده يعني. بتحلمي بوالدتك ان هي تعبانه في كذا حلم؟ اه وهي عايشه ولا ميته؟ طب هي عايشه. هي عايشه بس دايما بحلم اني عندها ناس وتعبانه خالص وكده كذا حلم يعني. هو انت مش بتوديها؟ انا رحت قريب وهي كانت تعبانه بس بقت كويسه وكده بس اول ما جيت على طول بحلم كده يعني. لا يا حبيبتي ربنا يشفيها يا رب العالمين. انت بس عشان بتحبيها ومشغوله بيها فدايما الرؤيه دي بتجي لك. لا ان شاء الله ربنا يشفيها لك وعلى قد ما تقدر تزوريها برضو والله اعلم. شكرا ليك يا ام عبد الله بشكرك على اتصالك بينا كده. ومشاهدينا خليني اخد رساله سريعه ما بين التليفونات عشان هقول الاس ام اس. معايا رسالة بتقول صليت صلاة استخارة حلمت ان انا بكنس سلالم بيتنا والمدخل برضو كانت بتكنسه. هو انك بتكنسي سلالم البيت او بتكنسي بيتك فبيدل على انك الطهارة والنظافة مطلوبة موجودة وان شاء الله بامر الله. طالما انت بتكنسي فانت مستعدية الامر جاي جديد او مستعدية لحاجة جاية جديدة فربنا يصلح لك حالك في الامر اللي انت مستنيه. والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع للتليفونات مع حضراتكم مرة تانية. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذة سامية اهلا بحضرتك. لو سمحت ممكن اتكلم الشيخة مع الشيخة؟ اتفضلي. اتفضلي. انا عندي حلم انا حلمته بعد اذنك وحلم اختي حلمته لي ممكن اقوله؟ اتفضلي ممكن. طيب اولا اختي حلمت لي ان في 3 جيراني عندي في الصالون وهي طلعت لما لقيتهم قاعدين في الانتريو كده طلعت طردتهم بره البيت. فهي لما طردتهم في واحدة احنا ما نعرفهاش كأنها ست جاية يعني لابسة ابيض محجبة حاجة جاية بتقول بتسأل عليا وبتقول هي فين انا جاية فك العمل اللي عليها. اه وكأنها يعني فكت العمل اللي. طيب استاذة سامية بعتذر لحضرتك انقطع الاتصال او الخط. حاولي تكلمينا مرة تانية هنتواصل معاكي ان شاء الله. مشاهدينا طبعا زي ما قلت لحضراتكم بفكر حضراتكم مره تانية يوم الجمعه هو اليوم المخصص لحالات العلاج الخاص بي الاستاذه منة طلاق. اللي حابب انه يكلمها يقدر يكلمها على الخط الساخن من اي محمول 1756 واختاروا رقم 2. نرجع نكمل كده استقبال التليفونات معاكم مره تانية. معايا اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نجوى اتفضلي. ممكن بعد اذن حضرتك انا حلمت حلو وعايزه حضرتك تفسره لي. اتفضلي يا استاذ انك علي صوت حضرتك شويه يا استاذه نجوى. طب انا هقول لحضرتك الحلم. انا حلمت نفس الشخصه مره حلمت ان هي توفت وغسلناها. مش سامع. مش لا الصوت مش واضح استاذنكم شباب بس تحاولوا تعلوا لنا الصوت شويه.
طيب القطع اتصل. انا بعتذر لحضرتك استاذه نجوى، حاولي تكلمينا مره ثانيه لان الصوت كان بعيد جدا، انا بعتذر لك. خليني اخد رساله يا استاذه منى، بتقول حلمت بثلاث بيضات بيخرج منهم ثلاث كتاكيت لونهم ازرق جميل جدا، ما كنتش شايفه زيهم قبل كده. هو ان شاء الله الثلاث بيضات بيخرج منهم الثلاث كتاكيت، فبيدل على الحمل وعلى الخلفه وعلى البشره الطيبه ان شاء الله والسعاده الدائمه، والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا برضو رساله ثانيه من الاستاذه يارا من العريش، بتقول انا حلمت ان في واحده وواحد دخلوا على غرفه اولادي وخنقوهم. هو هنا الخنق فبيدل على المكيده وبيدل على الغيظ، والواحد والواحده اللي هم الغرب دولت فبيدل على الحاله النفسيه اللي هي موجوده فيها، فطلعي نفسك من اللي انت فيه عشان الامور تتيسر، والله اعلم. والله اعلم. طيب برضو في اس ام اس ثانيه بتقول انا حلمت بتوكه بيضاء فيها لولي وكنت لابساها وفرحانه بيها جدا، مع العلم ان انا لسه ما انجبتش. هو التوكه البيضاء اللي فيها اللولي عليك بقراءه القران قبل ما تنامي وقيام الليل، وادعي وتقربي لربنا وان شاء الله ليكي دعوه مقبوله على وعسى تكون في موضوع الحمل، والله اعلم. طيب يعني نقول خير، اللهم اجعله خير. مشاهدينا الكرام الحلقه ما زال يعني ما زلنا فيها مع حضراتكم، بنستقبل تليفوناتكم. معايا اتصال جديد، استاذه اميره السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اطلب تفسير الرؤيه دي لو سمحتي؟ تحت امرك يا فندم، اتفضلي. في رؤيه بتتكرر، انا متزوجه، في رؤيه بتتكرر ان انا دايما بتزوج شخص تاني، وجوزي بيبقى قاعد مع الناس او الاسره دي بيخلص يعني معها. يعني قاعد بيخلص اجراءات الزواج يعني. الزواج بتتكرر بطريقه مختلفه، واحيانا انا بفصل لنفسي فستان ابيض وطرحه وهو بيروح يوديني. العريس ده كان متقدم لي قبل كده ومتوفي. تمام، يعني العريس اللي في الحلم مع حضرتك كان متقدم لك قبل كده بس هو حاليا متوفي. ايوه. هو انت عندك كام سنه يا مدام لو سمحتي؟ دي رؤيه اخر حاجه. انت عندك كام سنه؟ 45. 45؟ ربنا يديك الصحه. 45. ربنا يديك طول العمر يا رب العالمين. طيب نسمع كده تفسير الرؤيه دي يا استاذه اميره، خليكي معانا ثواني. هو ان شاء الله والله اعلم ان جوزها بيبقى موجود وهي بتتجوز او هو بيبقى قاعد يتكلم مع العريس او كده، فبيدل كتير جدا. فبيدل ان شاء الله على انتقال حالها لحال تاني احسن خالص خالص، ما كانتش تتوقعه وما كانتش ان هي تحلم بيه اصلا، فان شاء الله على تغيير حالها للاحسن ومكتوب لها حجه يعني، والله اعلم. فيمكن يعني يمكن الخير اللي هيجي ده هيجي عشان الحجه اللي هي تطلعها، لان هي محتاجه لها جدا، والله اعلم. يعني تكرار الزواج ده مش حاجه وحشه؟ لا يا حبيبتي، لا 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 لا، ربنا يصلح لك حالك يا رب، ربنا يصلح لك حالك يا رب. شكرا. سلام عليكم. السلام. بشكرك جدا يا استاذه اميره، شكرا ليكي. اتمنى كده تكون يعني بالك ارتاح برضو، لان في ناس بيبقى الاحلام بتاعتها يا استاذه منى بتشغل بالهم دايما، وخصوصا لما يكون الحلم متكرر معاهم. ربنا يصلح لهم حالهم يا رب. يا رب ان شاء الله يصلح حال الجميع. خليني اخد اس ام اس كده، بتقول حلمت ان جدتي نايمه وتعبانه، وانا والدكتور قاعدين جنبها وفتح ايديها كانت معوجه كده وقال لها انت زعلانه ليه؟ العمليه نجحت مع العلم انها متوفيه. هو ان هي يمسك ايدها ولا العمليه نجحت، في رساله واصله لهم ان هم يتمسكوا ببعضهم، يبقى في صله رحم وفي رحمه بينهم وبين بعضهم، لان الايد هنا موضع الرحمه اللي هي بتدي، فخلي بالكم من نفسكم واسالوا على بعضكم، ودايما يبقى في صله رحم على قد ما تقدروا، مع ان انا عارفه ان في برضه بعض العائلات فيها حاجات مش مظبوطه، بس لازم تتيسر للاحسن، والله اعلم. والله اعلم. طيب ارجع مره ثانيه مشاهدينا الكرام، اتواصل معاكم عبر الهاتف، معايا اتصال جديد. استاذ سلمان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلمان ازاي؟ لو سمحت انا عندي رؤيتين عايز اقوله. اتفضل يا سلمان. انا حلمت ان كان في اعصار وقاعده تطير كده هو يمين وشمال، وبعد كده لقيت بابا وخالي خارجين من الجامع وشالوني وطلعوني على السلم البات. والحلمة التانية ماما حلمت ان في دكتور بيديها حقنة في مخها. في مخها؟ انت عندك كم سنة؟ 14. يعني انت بتدرس لسه. طيب يا سلمان، شكرا ليك يا سلمان على اتصالك. اسمعنا الوقت كده من التلفزيون ويسمع الاستاذة منى هتقول لك ايه. اول حاجة ان الرؤية دي بس بتديك رسالة انك ركز في دراستك عشان الامتحانات على الابواب، وانت خايف عشان انت ما بتذاكرش قد كده خالص، ربنا ينجحك يا رب. الرؤية التانية اللي هي الحقنة اللي بتتاخد في المخ، فقول لوالدتك بس كل حاجة، تفكر بقى بعقلها وبلاش التسرع في أي أمور، والحقنة دي بتبقى إنذار من شيء، فخلاها تتكرم من ربنا، والله أعلم. والله أعلم. طيب مشاهدينا الكرام، خلوني آخد رسالة سريعة كده، اس ام اس وصلتنا دلوقتي يا أستاذة منى، بتقول حلمت بخالتي المتوفية بتضع لزق جروح على صدري وعلى رجلي، كانت رجله تعبانة يعني تقريبا أو رجليها تعبانة، فقلت لها حطي كمان على رجلي، فقالت لي خدي الباقي من التلفزيون، مع العلم ان انا تعبانه برجلي في الحقيقه.
هو ان شاء الله بامر الله ربنا هيشفيكي، بس طالما بتقولي خدي الباقه من التلفزيون فيمكن والله اعلم ليكي نصيب مع حد من اهل الطب، الناس الكويسين المحترمين، وعليكي فعلا انك تتابع حد وتشوفي، لان في رساله وصلتلك ببشره العلاج. والله اعلم. والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا متواصلين مع حضراتكم، اوعوا تغيروا شاشتنا، انتظرونا هنطلع فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره تانية بمزيد من تفسير الاحلام واستقبال تليفونات حضراتكم. فاصل قصير ونرجع لكم مره تانية. كتاب الله، كتاب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستقر بها في دار القرار مع الأبرار، عدد ما قالها القائلون منذ أول الدهر إلى آخره، عدد ما أحصاه كتاب الله وأحاط به علمه وأضعف أضعافا مضاعفة، وكل ضعف يتضاعف أضعاف ذلك أضعافا مضاعفة، أبد الأبد ومنتهى العدد بلا أمد، عددا لا يحصيه إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك. مشاهدي الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، أتمنى ما نكونش تأخرنا على حضراتكم، بنستمر في حلقتنا واستقبال تليفوناتكم وكمان رسائل الاس ام اس الخاصة بيكم ونفسرها على الهواء مع أستاذة وضيفتي الكريمة أستاذة منة الله. برحب بيكي مرة تانية بعد الفاصل يا أستاذة منة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نرجع مشاهدينا الكرام، معايا اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا يا فندم؟ أهلا بيكي. ممكن أكلم أستاذة منة بعد إذنك؟ اتفضلي يا حبيبتي. أهلا بيكي، اتفضلي. بقول يا أستاذة أنا حلمت، أنا عندي حلمين، حلم لأخويا وحلم لبنتي. اتفضلي يا حبيبتي. الحلم بتاع أخويا اللي هي أخ متوفي، فحلمت إن هو هيتجوز تاني. فحضرتك، فانا ملخومة، انا رسمت عناية بالكحل، فملخومة برسم عناية من فوق بالالوان اللي هي البامبا، فانا بقول لهم هو احنا معاد القاعة امتى، هنروح امتى؟ فقال وقت ما تخلصوا بالظبط. فليا اخت لابسة بونيه ذهبي كده، اخت الكبيرة، بس ما فيش هيصة ولا زغاريط ولا اي حاجة، بس احنا مبسوطين يعني. ده الحلم الاولاني. ماشي، طب ثواني، حاضر. هو ان شاء الله والله اعلم نحتسبه على خير بامر الله، ده بشره طيبه ليه الحلو الميت طالما بيتجوز تاني. اما انت طالما الميت بيتجوز تاني فدي ان شاء الله نحتسبه على خير عند ربنا بامر الله. اما انك تحطي كحل في عينيك والكلام ده فبيدل على تزيير الامور ليكي والفرحه القادمه ليكي والخير اليامه اليامه اللي في انتظارك بالمعنى الاصح. فاستقبلي. بس انا حضرتك انا بعمل الرميل وامسحه تاني، مش عارفه اظبطه قوي، بس يعني متكحله. بس متكحله الكحل الاساسي، الكحل الاساسي مش موجود؟ موجود. ما هو ده تزيين الامور بتاعتك، انك هتشوفي الدنيا بشكل حلو، لان في حاجات هتفرحك. ويا رب يا رب تكون كده فعلا، والله اعلم. اتفضلي. لا انت حضرتك بتفسري ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك. الله يخليك يا حبيبتي، يا رب يصلح لك حالك. اتفضلي الحلم التاني. بنتي متجوزة، فبتقول لي يا ماما جه لجوزي في الحلم عربية من الشركة اللي هو شغال فيها، ادوله عربية ليه هو. فبتقول لي العربية وراها بحر، بتقول لي بس جديدة قوي العربية دي قوي، انا فرحانة بيها قوي. فبتقول لي من فرحتي بيها انا بص عليها من فوق، فلقيت ولاد بيخربشوها كده، فانا اتخضيت، فبتنزل تشوف الخربوش ده، فبتقول لي لقيت ماما الخربوش ما قصرش عليها والعربية لونها احمر. بتقول لي جيت ابص الخربوش لقيته ولا حاجه، بس مش باين خالص يعني.
يا مسهل الحال يا رب. بس حضرتك. حاضر يا حبيبتي. طيب شكرا لحضرتك، بشكرك على اتصالك بينا. اسمعينا كده من التلفزيون ونشوف راي الاستاذه منى ايه. هو ان شاء الله يا رب العالمين يكرم جوزها للاحسن في مجال وظيفته ومجال شغله، مهما حد بيحاول ان يتكلم عليه بس بيبقى كلام خفيف، لانهم عارفين ان كلامهم زي قلته اللي هي الخرابيش الصغيره دي، والعربيه الحمراء بتدل على فرحه مراته بيه في الحاجه اللي هيوصل لها. والله اعلم. والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام نرجع نكمل مع حضراتكم استقبال التليفونات مره تانية. معايا اتصال جديد. ام اسلام السلام عليكم. وبركاته. الو. السلام وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت ممكن اقول ثلاث احلام بسرعه كده؟ ثلاثه. طب ما نخليهم اثنين بس عشان الوقت بعد اذنك. طب ماشي حاضر. اتفضلي. لو سمحت انا عندي ابني عنده سنتين، وبعدين انا حلمت امبارح في قطه قاعده جنبه على المخده وهو نايم، فدخلت لجوزي بسرعه قلت له الحق القطه لا تخاف، وبعدين دخلت الشقه تاني، فدخلت الاوضه لقيتها واقفه بين السرير وبين الشفونيره جنب التلفزيون، فما رضيتش بقى تخرج خالص. ده الحلم الاولاني. هو ده الاولاني اللي معاكي بس، معكيش غيره؟ اول عيل الحمد لله. ربنا يخليهولك يا رب. طب بلاش الخوف الجامد الزايد ده، ماشي عليه يعني. هو ده معناته ان انت خايفه عليه جامد جامد جامد، بس عليكي بالركه الشرعيه اعملها له عشان ربنا يحملهولك من الحسد بس. ماشي حاضر. ممكن اقول الحلم التاني بسرعه؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي. انا حلمت ان النهارده اللي انا بكنس تحت يعني عند عمتي حماتي يعني. فبعدين وانا بكنس لقيت داخل التراب جنيهات فضيامه يجي 8 جنيه تقريبا يعني، فرحت انا ولميهم ومديهم لحمايا. بس هو كده بس. حاضر يا حبيبي. طيب يا ام اسلام. طب اخر حلم بسرعه. مصممه برضه يا ام اسلام؟ ماشي اتفضلي. يا ام اسلام. اختي حلمت لي من يومين ان انا لابسه بنطلون اسمر وبلوزه بيضاء قصيره وطرحه، مع ان انا ما بلبست كده، انا بلبس يعني جيبات او تيشيرتات يعني على الجيبات او دريلات. فبعدين قالت لي انت لابسه كده ليه؟ قلت لها انا زهقت من العبايه. فبعدين فتحت الباب ولقيت ناس بره ياما. بس هو ده الحلم. حاضر يا حبيبتي. طيب حاضر. شكرا ليك ام اسلام. تابعينا من التلفزيون الوقت كده سريعا ونشوف راي الاستاذه منى ايه. هو ان شاء الله لو في اي خير دخل لاهل بيتها البيت اللي هي موجوده فيه فهي هتبقى وش السعد، لان هي كنست وهي اللي لقت الفلوس، هتبقى وش السعد عليهم، لانهم ربما يكونوا بيمروا بظروف ماديه والله اعلم. اما اللي هي لابسه البنطلون وكده فبيدل على جوزها، ربنا هدوه لو راجل كويس وحلو ما فيهوش اي عيوب الحمد لله. ربما تكون بعض المشاكل اللي احنا بنمر بها كلها بس معديه، لاننا في ناس كانت واقفه بره، الناس ديت اللي هي السمعه او الكلام الكويس اللي في الاخر بيطلق على جوزها. والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام خلينا بقى نعمل اتفاق كده كويس مع بعض عشان ما حدش يزعل مننا بعد كده. انا برجو حضراتكم اللي بيكلمنا ويطلع معانا على الهواء مباشره هنستقبل منه حلمين بس مش اكتر من كده، عشان ندي فرصه للتليفونات الثانيه، لانه وقت ما بيكون معانا اتصال بيبقى فيه عندي تليفونين او ثلاثه موجودين على نفس الخط، فساعات بيفصل خط عليهم والناس بتزعل مننا. برجوكوا يعني واللي عنده اكتر من ثلاث احلام اربع احلام يقدر يكلم الاستاذه منى طلال على رقم الخط الساخن الخاص بيها. هرجع افكركم بيه، هو 1756 من اي محمول، وتختاروا رقم 2. هتستقبل تليفونات حضراتكم من الساعه 1 بعد الظهر للساعه 10 مساء باذن الله. هكمل التليفونات مع حضراتكم مره تانية ومعايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ نجوى مع حضرتك. اهلا بيكي استاذه نجوى اتفضلي. نجوى مع حضرتك. نجوى اتفضلي يا فندم. ممكن بعد اذن حضرتك انا حلمت حلم واتكرر معايا كذا مره. تمام اتفضلي. حلمت ان في شخصه كل شويه مره شفتها على الغسل. إيه شخص ايه؟ شخص. وبعد كده جبنا الدكتور عرفنا ان هي لما تشفي. يعني شفتي واحده. استاذه نجوى حضرتك سامعاني؟ مع حضرتك. مع حضرتك. طيب علي صوتك شويه بس عشان نسمعك بوضوح. ايوه مع حضرتك انا سامعه. طيب حلمتي بواحده ايه بقى؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ انا شفتها ان هي توفت. توفت تمام. وهي على الغسل يعني بيغسلوها. تمام. بس هي عايشه على قيد الحياه يعني. بعد كده يجي الدكتور ويقول ان هي ما ماتتش. هي متجوزه ولا مش متجوزه؟ لا متجوزه. ربنا يسهل لها حالها يا رب العالمين. طب يا استاذه نجوى وحلمت نفس الحلم اتكرر تاني. اتكرر ان هي مثلا ايه، ان هي خلاص كمان حطوها على الخشبه. وابنها استاذه
استاذه نجوى. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذه نجوى. انا بعتذر لك يعني اذا نقدر نقول لها حاجه يا استاذه منى. هو والله اعلم. هي رؤيه الاونيه بتوضح ان كل مجالاتها دي تبدا في عمل حاجه والحاجه دي خلاص هتنتهي وهتفرحها جدا جدا وخلاص هيرتاح بلا تتعطل، فتحمد ربنا ربما ان يكون الامر خير وهي مش حاسه بيه. والله اعلم. والله اعلم. طيب كل شيء بيجي من عند الله خير باذن الله، كل شيء مقدر وله وقته واوانه، فما نعترضش ونقول دايما الحمد لله على قدر ربنا، وان شاء الله ربنا بيعوضنا خير عن اي حاجه تانية. اتمنى استاذه نجوى تكوني سمعتي التفسير، لانه الحلم ده انت قلتي اتكرر معاكي اكتر من مره. ناخد رساله يا استاذه منى بتقول: حلمت ان انا وزوجي كنا واقفين قدام فرشه احذيه مستعمله بنتفرج عليها. هو انك قدام الاحذيه المستعمله فبيدل على الامور قد عدت منهم او فاتت منهم، ان شاء الله ترجع لهم تاني مع تعديل امورهم للاحسن، بس الزوج بس يلتزم بحياته والزوجه تلتزم بحياتها واسرهم ما يطلعوش بره. طيب والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام ارجع مره تانية يعني استقبل التليفونات الخاصه بحضراتكم. معايا اتصال جديد. استاذه منى السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه استاذه، ممكن اقول حلمي لو سمحت؟ اتفضلي يا استاذه منى. بعد اذنك، بس هي اختي انسه حلمت ان هي شغاله حاجه دكتوره، يعني حلمت ان الدكتور اللي معاها في الشغل كده اسمه صبري كان عايز يخطبها وكده، بس هو حقيقه اصغر منها سنا، بس بعد كده قال لا انا هجيب لك حد احسن مني، فلقيت نفسها في حصان كده فواحد راكب عليه لابس جلابيه وخدها وراه، وكان قدامها ثلاث حمامات كده سود. ممكن اقول حلم كمان؟ طب نفسر ده الاول استاذه منى، يعني خليكي ثواني معانا على الخط بس. هو ان شاء الله بامر الله صبر من الصبر، وهنا البشاره الطيبه اللي هو الحصان ده، فالحصان ده بيدل على العريس الشاب الحلو اللي هيبقى من سنها ومقرب لها في الفكر وفي العقل، فان شاء الله بشاره طيبه، وخصوصا ان فينا حمامات بيدل على المراسله. والله اعلم. والله اعلم. طيب كملي الحلم الثاني يا استاذه منى. انا كنت في مشكله يعني بيني وبين جوزي وكده، فمش عارفه المشكله سببها كان مين، يعني خلفتي او حماتي او كده، فحلمت ان انا عندهم في البيت، وكان تقريبا عندهم اخت جوزي يعني كانت تتخطب او تتجوز او كده. فانا مش عارفه، فكان في حاجه يعني، فانا قايمه واعمل فقلت تعالي اعملي معانا في الشقه وكده عشان حاجات اخت جوزي وكده. فرحت لقيت سلفتي دخلت والثانيه دخلت معاها، ولقيت ناس بقى كتيره وكده، فلقيت سلفتي زي يكون بيضحك عليا، عمال يضحك عليا وبتتكلم، يعني معنى الكلام ان هي السبب في المشكله ديت. فانا طلعت بره وقعدت اعيط وكده وسبتهم ومشيت، وبعد كده جوزي جه ورايا يعني ما قالش اي حاجه. ولا كاني كان في حاجه، فانا كنت عماله كنت زعلانه جامد يعني. حاضر. طيب شكرا ليكي. اشكرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعينا كده من التلفزيون وان شاء الله خير. هو ان شاء الله والله اعلم. هو اول حاجه الراجل محتار بين الاثنين، بين يراضي مراته وبين يراضي اهله، فهو يعني بيحاول يراضي ده وبيحاول يراضي ده على قد ما يقدر، بس مش عايز يخسر حد. واما انك بتعاتي في الاخر فربنا ينصرك عليهم، لان هنا العياد فرج وراحه، وان هم دايما بيتغمزوا عليك او بيتكلموا عليكي، فان شاء الله. بس اهم حاجه عايزاك يبقى عندك ثقه بنفسك، ومش كل كلمه توصلك تزعلي منها. والله اعلم. والله اعلم. طيب يعني مشاهدينا الكرام ما زلنا بنستقبل تليفوناتكم على الهواء مباشره، ومعايا اتصال جديد. معايا على التليفون استاذه ساره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم الاستاذه منى؟ اتفضلي يا ساره. انا اللي كنت كلمتك امبارح في اخر الحلقه. اتفضلي يا حبيبتي. اللي كان عندي حلمين بقول لك ان انا كنت تعبانه وقاعده في اوضه الاطفال، وبنتي قالت في ضيوف جايه، فدخل ثلاث ستات غراب شكلهم وحش. وانت استعذتي بالله من الشيطان الرجيم. ايوه وقعدت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والحلم الثاني اللي بيتكرر معايا ان انا على طول في محاضره والدكتور يقول لي هتمتحني كمان شهر، وما كنتش مذاكره حاجه، بس اقعد اصبر نفسي ان انا هاخد من زمايلي التلخيص واروح لهم، بس ما حدش بيديني التلخيص. حضرتك فسرت في حقي، بس انا ما كنت سمعته. طب انت ما عملتيش رقيه شرعيه لنفسك امبارح؟ انا لا، بس انا يعني بواظب على الصلاه على قد ما اقدر يعني. الحمد لله. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا ساره. عايزه وعلى طول ساره يعني اسمعينا كده، انا بشكرك على اتصالك بينا. اسمعينا دلوقتي من التلفزيون كده وركزي في كلام الاستاذه منى، هتفصل لك ايه الحلم مره ثانيه وتقول لك على يعني نصيحه كده تقول لك عليها. هما الثلاثه الوحشين اللي هما دخلوا على، طبعا معروف خالص ان ده نوع من انواع الجن وكده، فهي لما استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقرت قران او قرت اي حاجه، فان شاء الله بامر الله بيدل على ان هما انصرفوا عنها، بس ممكن يرجعوا لها ثاني. فعليك قلت لك بالرقيه الشرعيه، وان انت دايما ما تبقيش متحيره في امورك وما تبقيش متشتته كده، وعليك بقيام الليل وعلى قد ما تقدري استغفار ربنا، ودايما يبقى فيه في ذكر التوحيد دايما على لسانك، ولا اله الا الله دايما تبقى موجوده، والاستغفار الدائم، فان شاء الله ربنا ايه يحميك منهم بامر الله. بس اعملي رقيه شرعيه يا ساره زي ما احنا اتفقنا امبارح.
طيب استاذه ساره، اتمنى يكون التفسير والنصيحه وصلوا لحضرتك بصوره واضحه، هكررها لك مره ثانيه، اعملي رقيه شرعيه لنفسك كده والتزمي الصلاه وان شاء الله خير باذن الله. استاذه منى، انا عندي سؤال، حاجه كده سمعتها من كام يوم خاصه بتفسير الاحلام. في ناس بتقول ان الرؤيه ما بيبقاش فيها كلام كتير ولا احداث كتير، لكن الحلم بيبقى فيه كلام كتير وممكن يبقى فيه احداث كتير، ايه رايك في الكلام ده، صح ولا لا؟ لا مش صح. مش صح؟ لا لا لا، يعني مش شرط ان يكون الرؤيه تكون قليله الكلام او قليله الاحداث عشان نسميها رؤيه. لا، هي ممكن تكون طويله وبينه وجميله، وممكن يكون فيها كلمه واحده بشاره وتكون كلها حلوه وخير، ويقعد يحكي لك فيها لمده 10 دقائق، والحلم برضو ممكن يكون طويل وتطلع منه حاجه صغيره تكون برضو بشاره من ربنا. فلا لا، مش شرط. مش شرط. طيب ارجع مره ثانيه مشاهدينا الكرام، يعني انا بحاول اخطف معلومات سريعه كده من الاستاذه منى ما بين اتصالات حضراتكم. معايا اتصال جديد، معايا الاستاذه سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم أستاذة منى بعد إذنك. اتفضلي اتفضلي يا سماح. السلام عليكم، ازيك يا أستاذة؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيك. الحمد لله يا حبيبتي. أنا بقول لحضرتك أنا حلمت حلم، أنا عندي عصافير في البلكونة، ده في الحقيقة يعني. فحلمت إن أنا بنظف العش بتاع العصافير كده، فلقيت في عصافير مطلعة 7 وحدات عصافير صغيرة، وواحدة تانية مطلعة 5، وفي بقية العش يعني كذا واحدة يعني. ففي عندنا احنا كذا عش، في واحده تانية زي ما يكون ايه راقدين على البيض كده، بس هم ما كانوش عصافير، كانوا حمامتين. وفي حلم تاني معايا، تفصلي ده الاول. طب انت انت متجوزه يا سماح؟ انا متجوزه وما معيش عيال. انا اللي اتصلت بك قبل كده على حلم ام عبد الله ده. اي ازيك يا ام عبد الله، ولا انت ام عبد الله؟ انت انت ان شاء الله هتجيب عبد الله ان شاء الله. يا رب. اللهم ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. هو هنا العصافير اصليه بيضه ياما كده، فبيدل على الخير فان شاء الله وعلى البشره الطيبه، لان العصافير دي مصيرها الجو والهواء كده، وده بيبقى عطاء من المولى عز وجل، فان شاء الله بشره يا ام عبد الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله، ربنا يديك يا رب العالمين. قولي الحلم الثاني. قولي اتفضلي يا حبيبتي. الحلم التاني انا حلمت ان انا وجوزي رايحين زي لدكتور كده عشان نعمل عمليه حقن مجهري. فالدكتور قال له ايه، انا المهم ان المدام تبقى سنها صغير وكده. فانا ايه يعني في الحلم كان سن كبير، ان انا عندي 40 سنه او كده، فهو زي ما تقول يعني فكر ان هو بقى يعني يشوف واحده تانية سنها صغير، فانا زعلت وكده ورحت بيت بابا، وقلت ان انا مش هرجع له تاني، ضيعت معاه عمري وكده وبتاع كلام من ده يعني. بس طب وانت بتسعي انك تعملي فعلا العمليه ديت؟ لا انا ما بسعيش، عشان انا عملتها قبل كده وما نجحتش. طيب ما تفكريش فيها خالص لانها مش مكتوبه لك، لان ان شاء الله ربنا هيديكي طبيعي خالص بامر الله. يا رب الله. ان شاء الله يا ام عبد الله ان شاء الله. شكرا ليكي، بشكرك استاذه سماح على اتصالك بينا، بشكرك خير كويسه. ودايما يعني الميزه ان الاستاذه منى برغم صراحتها مع كل المشاهدين، بس برضو بتدي لهم بشره حلوه، بتطمنهم كده وبتقول لهم على نصيحه جميله في اخر التفسير، وده شيء كويس بنقدمه لمشاهدينا. خليني اخد رساله يا استاذه منى، بتقول دايما بحلم ان في كلاب سهرانه بتجري ورايا من غير ما تضرني، وفي تعابين برضو كانت بتجري خلفي. هو الكلاب والتعابين فعليك بالتحسين النفسي لنفسك، يعني اعمل تحسين لنفسك انت، وطبعا التحسين معروف بذكر الله دايما، بالرقيه الشرعيه بلا اله الا الله دايما في لسانك، ما تطلعش ما تبطلش تقولها خالص، زي ما احنا بنتكلم 24 سنه على الفاضي، 24 ساعه على الفاضي وعلى المليان، خلي لا اله الا الله مستمريه معك عشان ربنا يسونك ويحفظك من كل مكروه. والله اعلم. والله اعلم. نرجع مشاهدينا الكرام مره ثانيه، بستقبل تليفونات حضراتكم على الهواء مباشره، ومعايا اتصال جديد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معايا؟ ممكن اكلم اتفضل. ايوه، مين معايا يا فندم؟ ايوه، ام محمد. اتفضلي يا فندم، بس استاذنك علي صوت حضرتك شويه. ايوه، بقول لحضرتك مساء الخير اولا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك انا حلمت بالشيخ محمد حسان. وكان في الشارع عندنا كده زي الناس اللي هم بيفرشوا حاجات صيني كتير جدا. وكنت رايحه الصيدليه، والصيدليه دي بتاعت ناس مسيحيين، فانا كنت رايحه اشتري حاجات من الصيدليه، وقابلت الشيخ محمد حسان، فلقيت عروسه لعبه وجيت اخدها لبنتي. فالشيخ محمد اداني هديه تاني وقال لي خدي دي ليكي، فانا قلت له لا انا خلاص انا استكفيت بواحده بس وهاخدها لبنتي، راح قال لي لا ودي كمان انا بديها ليكي انت. ده اول حلم. الحلم الثاني، طب نفسر الاولاني بس بعد اذنك، ثواني معانا ثواني معانا بس نفسر الحلم الاولاني عشان ما يحصلش لخبطه. هو هنا الصيدليه والشيخ محمد حسن والهديه اللي اداها لها والرضا بتاعها اللي هي رضت بالعروسه، فبيدل ان شاء الله على البشاره العاجله، ومحمد بن حمد وحسن من تحسين الاحوال، وخصوصا ده داعيه معروف، فان شاء الله على البركه والخير اللي داخلك، وفي هنا نوع من انواع الطب او من المعالجات او من اصلاح الامور هيتم عليك. والله اعلم. والله اعلم. طيب اتفضلي كملي الحلم الثاني. ايوه، الحلم الثاني كان
ماتت مامتي متوفيه الله يرحمها بقى لها سنتين. الله يرحمها. فانا حلمت انا واخويا الكبير ان احنا قاعدين معاها في اوضه وانا ماسكه سويت وبعمل لها العينه. بتعملي لها اخويا دخل وعايز يعني ايه يحصل فيه جماع وكده. بس انت كنت بتعملي لها ايه؟ مقطوع من الحاجه دي. انت كنت بتعملي لها ايه؟ كنت انت بتعمل معايا سويت وبعمل لها العينه. بتعمل لها معاكي؟ ماشي ماشي. حاضر تمام حضرتك. حاضر يا حبيبتي. حاضر خلاص. شكرا بشكرك جدا كده. اسمعينا من التلفزيون وان شاء الله خير باذن الله. انت انسانه بره وكويسه وهي راضيه عليكي لان انت دايما فاكراها وعليكي باخوكي. معلش لو في اي حاجه مزعلكي منه حاولي على قد ما تقدر تسامحي لان هنا موضوع الجماع اللي دايما بيزعجك ده فبيدل على حاجه من الاثنين، يا اما قطع صله الرحم يا اما بيدل على المحبه الشديده. فمش عارفه انت اهنو نوع من الاثنين دولت، بس انك انت بتعملي بالسويت ده لوالدتك فبيدل على ان في امر عايز يتعالج. والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع نكمل التليفونات مره ثانيه. معايا اتصال جديد. استاذه الاء السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا كنت مامت واحده اتصلت عندكم بتاعت الحلم اللي هو بتاع الدقن ده. ايوه. فكانت عايزه بس تسال هو الحلم ليه علاقه بجوزها او بالخلفه؟ طب معلش فكرينا بالحلم. ما انا فاكره اللي هي كانت بتطلع لها دقن فكانت رايحه عشان تحلقه وانا قلت لها لا مش هفسره وان شاء الله خير. هم قلقانين بقى مش هفسره دي قلقتهم. طب هو انت مش جوزك مش جوزها كشف وكده؟ ايه؟ جوزها كشف؟ اه. طلع في حاجه؟ اه. حاجه جامده ولا حاجه ان هي تعدي؟ لا 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 حاجه مش لا 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 مفيش حاجه. مفيش حاجه يعني ممكن يبقى في علاج يعني؟ اه. خلاص طيب ان شاء الله طبعا. الامور تبقى كويسه ما تقلقيش. الامور تبقى كويسه ان شاء الله. خير ان شاء الله يا استاذه علاء ما تقلقيش. بشكه خير كويسه مش وحشه يعني مفيش حاجه تقلق في الحلم ولا لا حاجه. لا ما تخافيش منها جامد. وبرده نتكلم برده مع بعضنا كده بيني وبينك برده لان في شويه حاجات كده برده عايزاه ان هي تتبه لها وهو يعملها وهي تعملها يعني ندردش مع بعضنا كده شويه. شكرا ليكي استاذه علاء. زي ما قالت لك الاستاذه منه الله تقدري تكلميها على الخط الساخن. مشاهدينا الكرام افكر حضراتكم برقم الخط الساخن الخاص بالاستاذه منا تقدروا تكلموها من اي محمول على 1756 واختاروا الرقم الداخلي رقم 2. هي هتستقبل تليفون حضراتكم ابتداء من الساعه 1 بكره بعد الظهر لغايه الساعه 10 مساء باذن الله. وموضوع بعد اذن حضرتك يا استاذ هاني اللي هو الدقن ده لا ما يخصش جوزها عشان ما تخافيش. هي حاجه تخصها هي عشان ما تقلقيش. بس ما جوزك كويس ما فيهوش اي حاجه. بس انا كنت بستفسر ليه لان ربما برضه عايز اعرف اهل الطب اللي هو في حاجه ولا ما فيهوش. بس هو الامر يخصها هي. طيب برضو استاذه علاء يعني سمعت الاستاذه منى كده ما تقلقيش هدي نفسك وهدي اعصابك كده وكلميها على الخط الساخن وكلموا مع بعض براحتكم وهتبقى الصوره اوضح ان شاء الله باذن الله. نرجع نكمل كده. استاذه منى معايا رساله بتقول حلمت ان شعري طويل جدا وكنت فرحانه بشعري قوي. انا متزوجه ومعايا اولاد. تيسير امرك للاحسن والاحسن فالاحسن فالاحسن. والله اعلم. والله اعلم ما شاء الله بشوت خير كويسه. الاحسن فالاحسن كلنا بنتمنى كده ان شاء الله. معايا رسالة تانية بتقول أنا دلوقتي مخطوبة. قبل الخطوبة حلمت إني يوم فرحي كنت لابسة فستان أسود. هنا الفستان الأسود بيدل على عمل هيعطل الأمور أو حاجة مش هتتظبط. مش عمل العمل بتاع المشي اللي هو الدجل وكده لا. عمل يعني حاجة في الذات يعني. أو في النفسية أو بين العائلات وكده. بس الموضوع هيمر للأحسن لأن هنا اللون الأسود فبيدل على إن شاء الله على الغنى وعلى المال فيما بعد. والله أعلم. والله أعلم. طيب معايا برضو رسالة SMS تانية بتقول بحلم إن أنا بطير في الجو. وفي عندي حلم تاني بتقول بحلم إن في رجالة بتطير في الجو. هنا الطيران بيدل على الأحلام اللي هي زيادة عن اللزوم اللي ما بتتحققش. والناس اللي بتطير برضو في الجو دي فبيدل على الناس بتتكلم وما بتفعلش بكلامها. والله أعلم. والله اعلم. عوده مره اخرى مشاهدينا الكرام لاستقبال تليفونات حضراتكم على الهواء مباشره. ومعايا اتصال جديد. استاذه اميره السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي يا فندم. اتفضلي وعلي صوت حضرتك شويه. ماشي ممكن اكلم الدكتوره منى؟ اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا اميره. كنت عايزه اقول لك يعني ايه انا عندي مشاكل وكده. انا كنت مخطوبه وعندي مشاكل يعني بس انا حلمت ان انا معايا ولد وخلفت يعني وسميته امجد. كنت حامل وخلفت وسميته امجد. بس احنا في مشاكل في الخطوبه وكده والفرح بعد اسبوعين تقريبا. وما حصلش نصيب؟ لا لسه احنا في مشاكل يعني. في مشاكل. المفروض الفرح بعد اسبوعين وفي مشاكل. طيب استاذه امير بشكرك جدا. اسمعينا كده دلوقتي من التلفزيون وان شاء الله باذن الله خير ونشوف راي الاستاذه منى ايه. هو انك الله اعلم انك تولدي فالولد ده فرج من عند ربنا ان شاء الله. وخصوصا انك ولدتي كمان ولد يعني الهم والغم هيروح. بس بعليكي ان انت يبقى عندك صبر في الامور وحد يتدخل ويلم المواضيع لان الامور كويسه خلاص الفرح بعد اسبوع.
فواحده واحده، لان هنا امجد من رمز المجد او من الشيء اللي هيتم على خير ان شاء الله. والله اعلم. والله اعلم. يعني المشاكل ممكن تكون مشاكل عاديه جدا، ما تقلقش، وبتحصل في اي وقت وفي اي مكان وفي احسن العائلات زي ما بيقولوا، فربنا يتمم على حضرتك بخير ان شاء الله. ناخد رساله بتقول حلمت ان احنا ان انا ان عندنا حصان لونه بني وركبت عليه. هنا الحصان بيدل على الشيء المحبوب، الحاجه الكويسه انك راكب عليه او انت راكبه عليه، فبيدل على العز وعلى الجاه، ولونه البني لون كويس، لون محمود، فان شاء الله خير. والله اعلم. والله اعلم. طيب ناخد برضو رساله تانية بتقول حلمت اني في معرض سيارات وشربت 3 مرات. شرب؟ شرب 3 مرات. وفي معرض سيارات. وشرب 3 مرات. ايوه. هو هنا معرض السيارات فبيدل على الحياه وعلى المسيره وعلى الشغل وعلى الانتاج، ونشرب 3 مرات فبيدل على الخير اللي هيجي له على 3 دفعات. والله اعلم. والله اعلم. عوده مره اخرى مشاهدينا الكرام لاستقبال تليفوناتكم، معايا اتصال جديد. ام محمود سلام عليكم. ام محمود. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ام محمد انا اسف. ام محمد اتفضلي. لو سمحت عايزه احكي لك على حلم بنت حلمتك. حاضر اتفضلي. بس حلمت اللي انا في شقتنا القديمه، بنت حلمت اللي هي في شقتنا القديمه واختها وانا، الواحده اسمها معزه عملت رز بلبن وادتنا طبق، قال انا مسكت الطبق فرقته على الاطباق كلها عشان خفت منها، عشان هي اصلا الست دي حقيقي اذينا بقالنا 7 سنين اذيه بناتي. وجبنا شيوخ كتير. وبنتي راحت واخده طبق رز كلته، راحت بصت لها بنتي اكلته وقالت الله طعمه حلو، بس كانت هتحط صوابعها في عينها، كانت هتحط، قعدت تبص لبنتي قوي وهي بتاكل، راحت بنتي عايزه تحط صوابعها في عينيها وراحت بصت لها وقالت لها، قعدت تقرا ايه الكرسي يا مسالي الحي، وبصت في السماء وقعدت تدعي. هو هما يعني عيالك مش متجوزين؟ لا، واحده اتجوزت، واحده اتجوزت وما كملتش شهر وتعبانه من عليها بقالنا 7 سنين، والثانيه كل ما يجي لها حمل يمشي. ما هو في حسد، في حسد. ستي ديت يعني ازيانه ازيانه. لا ايه عرفك بقى ان هي ازياكم؟ عرفت. ما اصل هنا في حسد، لما هي بصت لها في عينها ففي حسد على بنات الجامد، والرز بيدل على المشكله اللي لسه موجوده. بس بنتي قعدت تبص لها وحط صوابعها في عينها وقعدت تقرا ايه الكرسي. يا مسهل الحال يا رب، يبقى الامر هينتهي ان شاء الله. هي دي بنتي اللي ركبت الحصان ولقت 3 حمامات، اللي هم 3 حمامات السود. هم 3 حمامات السود. لا يبقى خلاص، يبقى الحمد لله الامر هينتهي ان شاء الله وتفرحي بيهم. بس هي الست دي يعني وحشه، وعامله لنا يعني هي بتعمل بايديها، معاها كتب وحاجات وازيانه. يا ساتر يا رب. وجبنا شيوخ كتيره بقى لنا 7 سنين دايخين. طيب حاضر. ابو محمد يعني ان شاء الله خير باذن الله، ما تقلقيش. انا بشكرك جدا على اتصالك بينا. تحب استاذه منى هي تكلمك على الخط الساخن؟ اعتقد ما فيش مشكله، تحت امرها. تقدري يا ام محمد تتصلي بالاستاذه منى طلعها على الرقم الخاص بيها على الخط الساخن اللي هو من التليفون المحمول 1756، وتختاري رقم 2، تتواصلوا مع بعض براحتكم شويه، تعرف منك هي مجموعه يعني او بعض المعلومات كده، وان شاء الله خير باذن الله. هي بتبدا تستقبل تليفونات بتبتدأها من بكره ان شاء الله من 1 بعد الظهر لغايه الساعه 10 مساء. مشاهدينا الكرام بفكر حضراتكم كمان مره ثانيه بان يوم الجمعه ده بيبقى هو اليوم الخاص بحالات العلاج الخاصه بالاستاذه منى طلاه، تقدروا تكلموها برضو على الخط الساخن اذا حابين تحجزوا على يوم الجمعه. وخلينا نكمل كده الرسائل مره تانية يا استاذه منى. معايا رساله بتقول انا سيده متزوجه وعندي 3 اولاد، حلمت ان انا رايحه اعمل عمليه في عيني، وانا كنت في انتظار الدكتور وكنت مخبيه وجهي علشان انا في الحقيقه منتقبه. بعد كده دخل الدكتور وكان في حوله حلقه ذكر، وقرب مني واعطاني لفه نقود فلوس في جيبي يعني، وكنت بحاول ان انا اردهم ليه، لكن هو اصر ان انا اخدهم، بعد كده سابني وراح لحلقه الذكر. هو ان شاء الله بامر الله ربنا يا رب يفكها عليك يا رب، ويجعلك مستوره دايما، محدش يحس بيك ولا بامرك ولا باي حاجه تخصك، لان هنا حلقه الذكر فبتدل على الايمان، وبتدل على ان شاء الله ان شاء الله انت متمسكه بدينك ومنتظره فرج، والفرج فعلا جاي لك لان انت خدت الفلوس. اما عينك اللي كانت وجعاكي فمعلش، يمكن في بعض الحاجات مش عاجباكي في اللي حواليك، بس هتتعدل وهتعدل للاحسن. والله اعلم. والله اعلم. نرجع مشاهدينا الكرام ننتقل مره ثانيه لاستقبال التليفونات. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. أم ماجدة؟ أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أنا حلمت إنني أم مامتي وخالتي، مامتي وخالتي دول ميتين،
فحلمت ان هم جايين لي بيقولوا لي الواد اللي خطب بنتك ده بيتقنتك عليه على ايه ده هو جاي احسن مني. لا معلش بس تعلي صوت حضرتك شويه كده في الحته الاخيره وتقولها لنا تاني. بقول لك حلمت ان مامتي وخالتي جايين لي في المنام. ايه؟ ايوه تمام. مامتي وخالتي تمام في المنام هم دول متوفيين. وبيقولوا لي الواد اللي خطب بنتك ده بيتقنتك على ايه ده جاي احسن مني. بيتقنتك على ايه فجاي احسن منه. تمام ماشي حاضر. في مشاكل عندنا يعني بين خطيبه وخطيب بنتي وهي. حاضر يا ام ماجده حاضر. هم بعتلك رساله صغيره اتقالوا بس وخلاص. ايه بعتلك بيقول لك اتقالي انت وبنتك اتقالوا عليه شويه علشان خاطر يبقى يحصل له نوع من انواع التربيه الروحانيه كده يهدى شويه كده ويعرف ان واخد بنت ناس وداخل في بيت ناس وكده فهمتي؟ بس وخلاص. بس هتتم ولا مش هتتم؟ الله اعلم لان هنا ما بيقولوش هم عشان قالوا لك هيجي احسن منه يبقى معناته ان هيسيبه. لا ده هم بس اتقالوا انتوا اتقالوا عليه شويه. ويا رب يكتب لها الخير يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله خير. بشكرك جدا ام ماجده كده ويعني ان شاء الله خير وان شاء الله ممكن تتم ما تقلقيش بس ما يعني ما نفكرش في الوحش دايما ويعني الحاجات دي بتحصل بس زي ما قالت الاستاذه منى اتقالي شويه عشان تعززي بنتك كده وباذن الله نسمع اخبار كويسه ونبارك لك على هوا ان شاء الله. رسالة يا أستاذة منى بتقول حلمت إن رجلي من فوق فيها شعر أسود كتير وكنت مخضوضة. هي واحدة مش كده؟ واحدة هو هنا الشعر الأسود لما بيطلع للواحدة فبيدل على تعجزها في أمر حاجة من الاتنين يا ولادة يا إما زوج مش عارفة تتفاهم معاه أو لسه عندها تعطيل في أمر الزواج فأنا مش عارفة إن هي من التلاتة دولت ويا ريت تبقى تكلمنا وتفهمنا الوضع عشان نعرفوا يتكلموا من غير كده بس هو تعجز في أمر يخصها. طيب يعني اتمنى ان صاحبه الرساله تكون سمعتنا دلوقتي اذا حابه تكلمينا على الهواء تحت امرك نستقبل تليفونك او تكلمي الاستاذه منى على الخط الساخن. نرجع مشاهدينا الكرام ناخد اتصالات حضراتكم معايا اتصال جديد استاذه ولاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا فندم اتفضلي. انا حلمت كاني في بيت كاني انا ويعني وجماعه قرايبي في بيت واحد مسيحي وبعدين كان هو كان قاعد في اوضه بره وانا يعني كنا في مطعم يعني كان بيته كأنه مطعم جوه وبعدين فتحت الباب يعني جنب الباب اللي انا دخلت منه لقيت ترابيزات بيضة كده كأنها القاعة لقيت ايه وهي اساسا كنا بندور على السلم. استني ولا انت كنت انت لقيتي ايه ولا انت سمعانا؟ ايوه معاكم. انت لقيتي ايه في الحلم يا ولاء بتقولي؟ اللون إيه؟ الابيض ده ايه؟ عليها مفارش بيضة. مفارش بيضة. وكان اللي معاكي والدك؟ لا كانت اختي في الحلم معايا ومش فاكره مين تاني برضه. ماشي حبيبتي كملي. بس بعدين كانه بنت عمتي قاعدة وكانوا برضو في الحلم بيدوروا على السلم فكانوش لاقيينه يعني في الحلم فهو كان بره السلم فانا كنت شايفاه بس هما كانوا بيدوروا عليه. وبعدين انا وبنت عمتي فكاني الانجيل على الترابيزه البيضة اللي هو في المكان ده فعجبها الانجيل فانا عشان يعني ما حبيتش انها تقرا فيه ف كنت عايزه اكتب ايه عشان الراجل صاحب يعني المسيحي ده يعني ربنا يهديه فما افتكرتهاش. بس كده؟ ايوه هو انت لسه ما اتجوزتيش هي ايه ولا لا انا في ثالثه ثانوي. ربنا يا رب ينجحك طيب وتفرحي برضو ان شاء الله لان في هنا جهاز عروسه اللي هي المفارش البيضه والسلم اللي انت شفتيه ما حدش شايفه فان شاء الله ربنا يعليك يا رب ان شاء الله. شكرا ليكي ولاء. وركزي يا ولاء هو ان شاء الله بامر الله السلم اللي هي شايفه ما حدش شايفه غيرها فبيدل على الامنيه او العلو اللي هي عايزه تعلى والله اعلم اما بقيه الحلم فبيدل على جهاز العروسه فجهزي نفسك بقى احنا مش عارفين عريس ولا ايه اللي هتنجح ولا ايه بس المهم ان هي فرحه داخلها. طيب بشرة خير يا ولاء ان شاء الله سواء فرحه او عريس يعني لسه ثالثه ثانوي قدامك وقت شويه خلصت دراستك الاول كده وربنا ان شاء الله هيبعت لك ابن الحلال كويس ونسمع اخبار كويسه عنك ان شاء الله. ناخد اتصال جديد معايا الاستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك اتفضل. لو سمحت هقول رؤيتين. اتفضل يا استاذ محمد. حلمت ان انا في ميه وتمساح عضني ودم نزل مني.
تمام. بس ما متش. بس ما متش. الحلم ده اختي شفتولي. اه هو انت بتدرس ولا خلصت؟ انا لسه بدرس. لسه بتدرس؟ اه. طب ركز بقى في المواد اللي انت خايف منها. اه طيب ماشي. طب في حلم تاني بس. اتفضل. الحلم ده كان من 3 اسابيع او شهر، حلمت ان انا رجعت في عصر الفراعنه. اه. وكان مرشد ليا سيدنا يوسف عليه السلام. عليه السلام. عمل ايه معاك سيدنا يوسف؟ كان هو المرشد ليه. بس ببص كده لقيت فيه شيطان كبير. اه. سيدنا يوسف بص له، الشيطان وقع. يا مسهل الحال، ماشي يا محمد. بس وصحيت من الرؤية. حاضر. طيب يا محمد شكرا، بشكرك على اتصالك. اسمعنا كده من التلفزيون وان شاء الله خير، ونسمع رأي الأستاذة منى ايه. هو الرؤية الأولانية التمساح اللي كان في المية ده وكده، فالمية اللي هو حاطط رجله فيها اللي هي علامه وشهاداته وكده والدراسات بتاعته، وان هو اللي هو واحد اللي هو التمساح جوه عضه وكده، فبيدل ان في حد هيأذيه، وخاصة ان الرؤية التانية جت فيها سيدنا يوسف اللي هو ان في حد هيظلمك في حاجة، بس انا عايزاك تركز لان هنا بص للشيطان والشيطان فوقعه مات. ركز وتبه لدراستك وبلاش الصحوبيه اللي ملهاش لازمه، واختار صديق كويس يقبل، لو مفيش خلاص تبه لدراستك لان الامتحانات على الابواب. فربنا ينجحك يا رب يا محمد. ان شاء الله يا محمد ربنا ينجحك كده، ونسمع عنك اخبار برضه كويسه. نرجع نكمل استقبال التليفونات. معايا اتصال جديد. استاذ ايمن السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضل. لو سمحت عاوز اتكلم استاذ منى. اتفضل يا استاذ ايمن. حضرتك انا حلمت ان واحد صاحبي كده 40 جنيه. ماله صاحبه؟ صاحبك ايه؟ اعطاني فلوس، اعطاني 40 جنيه يعني. اعطاه 40 جنيه. تمام. بس كده. بس كده؟ اه. انت متجوز يا استاذ ايمن؟ اه متجوز. ربنا يهدي لك حياتك يا رب العالمين. طيب يا استاذ ايمن شكرا ليك، بشكرك. اسمعنا كده من التلفزيون وان شاء الله خير، ونشوف راي الاستاذه منى ايه. هو ان شاء الله ان واحد صديقك يجي ويديك فلوس فبيدل على كرب انت فيه وهيتعدل للاحسن ان شاء الله، بس مع صبرك وحاول ترضى باللي انت فيه لان في اعانه جايه لك من مين الله اعلم، بس اشتغل وخليك زي ما انت ماشي وبلاش عكننه في بيتك والله اعلم. طيب والله اعلم. ناخد اتصال تاني جديد معانا. استاذه سناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقت التلفزيون يا استاذه سناء بعد اذنك. طيب وقت التلفزيون خالص، واسمعيني من التليفون على طول عشان هتلاقي الخط هيتقطع لو فضل كده. اتفضلي يا فندم. حاضر. اتفضلي يا استاذه سناء. انا حلمت ان انا وجوزي ماشيين في شارع واسع. اه. وما كانش فيه مطر ولا حاجه، بعد كده دخلنا في شوارع جانبيه فكان فيها مطر بسيط. اه. فانا كنت ببص كده من فوق يعني بسال يعني المطر دوت بسيط ده جاي منين، انت بقول له ده مطر، راح قال لي لا دي ميه كده من فوق. في واحده ست محجبه ماشيه جنبي راحت قالت لي لا ده مطر، المطر الكتير ده بيبقى في الشوارع الجانبيه وبس. اه. فبعد كده قابلت ماما فبتقول لي هي كنت يعني في الحلم كاني راح اعمل تحليل حمل. فراحت ماما جت قالت لي انا ما رضيتش اسيبك لوحدك، ما اقدرش اسيبك لوحدك، فدخلت على العياده اعمل التحليل، لقيت دخلت على الدكتور راح قال لي اعملي تحليل حمل دم والتحليلين. فماما بتقول لي انت ماسكه ايه في ايديكي، فرفعت كيس كده، الكيس دوت كان فيه ارنب. 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 هو ارنب انا يعني جوه عقلي ان هو الارنب ده يعني ما فيهوش جلد، يعني جلده زي جلد الجنين كده ما فيهوش شعر. اه. فاختي بتقول لي وانت جايباه لي؟ قلت لها انا ما كنتش عاوزاه، انا كنت عاوزه ارجعه. راحت قالت لي طب رجعيه، قلت لها لا لما اعمل تحليل الحمل الاول هشوف اذا كنت هرجعه ولا لا. راحت قالت لي طب وريهولي كده، فرفعته لقيته بيتحرك. طب قولي لي انت معاكي اولاد؟ انا معايا بنت وحامل حاليا. يا رب العالمين يكمل لك على خير يا رب. يا رب ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي. حاضر. طيب فشفته لقيته طبيعي، وشفت حاجه كده فيه من تحت، هي بتبقى في مكان يعني من تحت. أوه. بس انا كان من جوايا يعني حاجه شبه الكبده او كده، فانا بقول لها بصي هو كامل، هو مش ناقص اي حاجه. قالت لي طب خرجيه، قلت لها مش هقدر اخرجه دلوقتي. يا مسهل الحال يا رب. طيب حاضر. تمام. حاضر يا استاذ سناء، انا بشكرك جدا على اتصالك. اسمعينا من التلفزيون وخير باذن الله. ان شاء الله بامر الله ربنا يغلفهم برحمته يا رب العالمين، لان المطره كانت نازله عليهم وجت واحده محجبه اكدت لنا المطره دي فعلا مطره. فالست المحجبه دي بتدل على خير الدنيا لا اله الا هو وجثه، وبتدل على رحمه ربنا بيهم، والارنب اللي موجود في الكيسه حملها لربنا يتمم على خير، وبيدل على الزوجه الباقيه الجثه الست الحلوه المسانده ليه في الحياه. فربنا يتمم عليكم نعمته يا رب العالمين. يا رب العالمين ان شاء الله والله اعلم. ناخد كده مشاهدينا يعني اخر اتصال في حلقه النهارده.
هناخده معانا عشان بعد كده عندي مجموعه رسائل اس ام اس محتاج ان انا اقولها قبل ما تنتهي حلقتنا، فناخد اتصال. الو السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، انا بعتذر مشاهدينا الكرام، خلونا نكمل يعني الدقائق اللي باقيه في حلقتنا مع الاس ام اس اللي مبعوته لنا النهارده. استاذه منى في رساله بتقول: حلمت ان اختي المتزوجه بتتزوج برجل اخر غير معروف. هو رجل الاخر اللي غير معروف ده فبيدل على ربما والله اعلم، طالما الشكل مش معروف واتجوزته وكده وجوزها ما يعرفش ان هي اتجوزته فبيدل على الامر المخفي او المشكله الخفيفه اللي هتنتهي بسرعه، والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا برضو رساله تانية بتقول: دايما بحلم اني بطلع عند الدجاج وبلاقي بيض كتير. يا مسهل الحال يا رب، خير ورزق واولاد، فمش عارفه انت اهنوا فيهم. طيب يعني بوشة خير ان شاء الله باذن الله. نكمل كده الاس ام اس. معايا رساله بتقول: حلمت ان جدتي المتوفيه، هي طبعا في الحقيقه برضو متوفيه، بتقول انها يعني كانت متوفيه والناس ماشيه في الجنازه بتاعتها وانا دخلت حمام في الشارع وكان قدام الناس. لانك تخش حمام وقدام الناس فبيدل على في امر من امورك مكشوفه للناس والناس بتتكلم عليها، فحاولي تستري نفسك على قد ما تقدري وما تتكلميش حد في اي اسرار تخصك قد كده، وحاولي تزوري احسن ما عندك، والله اعلم. والله اعلم. طيب ناخد برضو اس ام اس تانية بتقول: حلمت ان عمتي اعطتني 3 قمصان، 2 زي بعض وواحد منهم مختلف، وقالت لي ده لجوزك وبتقول انا متزوجة. قمصان ايه؟ قمصان لا هي قمصان ولا الجثة هي بتقولها ادي واحدة لجوزك. هي مش محددة، بتقول 3 قمصان بس، 2 منهم زي بعض وواحد مختلف، وقالت لها اديه لجوزك. راضي جوزك؟ لا حاولي ترضيه على قد ما تقدري، والله اعلم، لان انا مش فاهمه انا القمصان اللي جوزك هي ممكن تبقى قمصان حريمي ولا رجالي، بتختلف طبعا. تختلف. فاهم حاجه هنا راضيه، لانك طالما انت عطيتي له في واحده من تبعك هي اللي بتقول لك اديه فهي الدنيا، فراضيه على قد ما تقدري، والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا اس ام اس من الاستاذه رحمه بتقول: انا عاوزه اعرف ما يعني ايه هي الرقيه الشرعيه. استاذه رحمه، الرقية الشرعية هي مجموعة أدعية وآيات معينة حضرتك بتقرأيها وتقوليها، وده كتيب بيتباع، وفي ناس متخصصة على فكرة في الرقية الشرعية وموجودين على قناة الصحة والجمال هنا بيعملوا حلقات خاصة بالرقية الشرعية، تقدر تتابعيهم. وإن شاء الله بإذن الله الموضوع مش صعب جدا، موضوع الرقية سهل جدا، ممكن تعمليه أنت وممكن تروح لحد متخصص في الموضوع ده. معايا رسالة بتقول: أنا حلمت أني بطلع المواشي أنا ووالدي في مكان جنب البيت، شفت عمي المتوفي واقف على أول الشارع، كان في لابس الغيار الداخلي بتاعه، وسمعنا دوشة جاية من بعيد. هو والله أعلم، لو الراجل ده ليه عندكم فلوس أو في عندكم أي حاجة تربطكم بينه وبينه، فأولاده أو بيته أو أهل بيته الموجودين أولى بيهم، لأن طلوع المواشي فبيدل على قلة الخير في المكان، وان هو جايب هدوم الداخليه فبيطلب منكم ستر او بيطلب منكم حاجه من حوائج الدنيا هي ناقصاه، فعليكم تصدقوا عليه لو ما فيش حاجه، وترحموا بيه دايما، والله اعلم. والله اعلم. الله يرحم اموات المسلمين جميعا رب يا رب، ويكون مثواهم الجنه ان شاء الله. اس ام اس يا استاذه منى بتقول: حلمت ان انا بشتري محفظه قطيفه لونها بيج، كانت ب 2 جنيه وكان في راجل بيشتري من نفس المحل ده وبيقول للبياع: انت ليه بتبيع ب7 جنيه وفي نفس الوقت بتبيعها بتبيع لناس تانية بالرخيص؟ سبحان الله يا رب، مكتوب عليك الستر والغنى برغم ان ممكن تكون الظروف تعبانة، والله اعلم. والله اعلم. طيب اس ام اس تانية بتقول: اختي حلمت ان في تحت السرير طبق كبير فيه فلوس فضة. لا هنا الفلوس الفضة تحت السرير فبيدل على الستر وبيدل على راحة البال وان شاء الله الخير القادم برضه بامر الله. بامر الله ان شاء الله. بكمل مشاهدي الكرام الاس ام اس مع حضراتكم. معايا رسالة بتقول: شفت واحدة وجهها مبتسم وقالت لي ان السبب يعني ان ان انسب واحد ليكي فاضل هو متوفي مش عايش يعني، وبتقول هي ما تعرفش انه اخويا في الرضاعة، وقالت البسي وركب العربية معاه، وبتقول شفت العربية ماشية في المقابر بس انا مركبتش معاه. لا هو ان شاء الله العربية اللي ماشية في المقابر فبيدول ربنا يطول في عمرك الاول ويحسن لك حالك في الدنيا وفي الاخرة، فافتكر الاخرة اكتر من الدنيا ونصيبك متشلك ونصيبك حلو جدا جدا، لان فاضل من اختيار الفضل والخير في الدنيا، وان هي وانت تقول لها ان هو اخوك في الرضاعة وهي تقول لك ان هو كان اخويا في الرضاعة فبيدل على ان انسان قريب منك جدا جدا بياخد باله منك وكده، ويا الله اعلم يمكن يكون لك نصيب معاه ان شاء الله. يعني محدش يعرف النصيب فين، كل شيء مقدر من عند ربنا سبحانه وتعالى. نكمل كده الاس ام اس. رساله بتقول: انا حلمت ان ابو خطيبي مات وهو الوقت حي، وبيقول انا اسمي
حي وبيقول اسمي محمود وانا خاطب وعندي 27 سنه، هو ابو خطيبتي يعني مش خطيبي. لا ربنا ان شاء الله هيدي طول العمر وهيفرح ببنته ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني بشره خير مش وحشه. معايا رساله بتقول سلفتي حلمت ان انا جوزي اتجوز عليا 2 ستات وانا كنت بعيط في الحلم. لا الاثنين الستات دي الدنيا اللي محيره، وان هي تحلم ان هو اتجوز، لا هو بيحاول الراجل يغير حاله ويشوف شغلانه تانية بس يعلم بالحال لسه الظروف ما ادتهوش وعياتك ده الفراق، فبامر الله كده يبقى معناتها ان ربنا هيديله. والله اعلم. والله اعلم، بشكر خير باذن الله ونقول خير اللهم اجعله خير. نكمل الرسائل. معايا رساله بتقول جارتي حلمت لي ان انا كنت بنظف سمك. بس كده؟ بس. لا بانك مستعديه الرزق جاي، وان انت بتطلبه من ربنا ان شاء الله الرزق جاي وتغيير حال برضه للاحسن، فتنظيف السمك هنا استعداد لوضع بامر الله بس يخص اكل العيش. والله اعلم. والله اعلم. طيب اس ام اس ثانيه بتقول حلمت ان امي مركبه ستاره جوه ستاره وبابا شد الستاره اللي فوق وقعها، وانا قلت له انت بتوقعها ليه، دي امي يعني دي امي سترانا بيها كده، وبتقول شفت اختي المتوفيه كانت تعبانه. هي كده جابت الاخر، لان الستاره الستر، وان هي الام تحط ستاره على ستاره فدليل بتستر بيتها على قد ما تقدر، ويجي الاب يشد ستاره. بلاش الصوت العالي، بلاش تكشف امرك لحد، وبلاش انك تتكلم ياما، وحاول تداري على بيتك زي ما الست مداريه على بيتها، وان تيجي اختها تعبانه هي زعلانه على الحال اللي هم فيه. والله اعلم. الله اعلم. طيب ناخد اخر اس ام اس معانا في حلقه النهارده. بتقول السلام عليكم، واحده جارتي حلمت ان انا خلفت ولد اسمه يوسف، بتقول انا متزوجه. ان شاء الله بامر الله ربنا يكتبه لك، وانا خلفت الولد اللي اسمه يوسف، ربنا يديك ولد وهيكون كويس وفيه مميزات حلوه بامر الله، وما تستعجليش والامر والخير كله جاي لك من عند المولى عز وجل. والله اعلم. الله اعلم. مشاهدينا الكرام وقتنا مع حضراتكم كالعاده بيعدي بسرعه جدا، باسم حضراتكم باسم كل المشاهدين وكل اللي كلمونا النهارده انا بشكر ضيفتي الكريمه استاذه منة الله، بشكرك جدا على وجودك معانا يا استاذه منة. شكرا لله. وربنا يبارك فيكي ويجزيكي كل الخير على الرساله الجميله اللي انت بتقدميها للناس في كل حلقه. الله يخليك يا رب. مشاهدينا الكرام يعني ان شاء الله باذن الله على لقاء غدا باذن الله في نفس الموعد، انتظرونا ان شاء الله بكره نستقبل تليفوناتكم كالعادة ونفسر أحلامكم مع الأستاذة منة الله. أنا بشكر كل اللي كلمونا النهاردة، تحياتي وتحيات أسرة البرنامج لكل اللي بيشوفونا على شاشة الصحة والجمال، بشكركم وأقول لكم أحلام سعيدة وتصبحوا على خير. كتاب الله.